بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من البيت الكبير. النهاردة زي ما قلت لحضراتكم هنكمل احتفالاتنا مع النادي الأهلي ببطولات ألعاب الصالات. النهاردة هنحتفل ببطلات الكرة الطائرة في النادي الأهلي اللي حققوا ثلاثية رائعة الحقيقة. النهاردة ضيوفي آية الشامي وسارة أمين وآية خالد، ده في الجزء الأول من هذه الحلقة. وزي ما قلت لحضراتكم دائما خلال هذه الفترة هيكون عندنا احتفالات بكل ألعاب الصالات وكل الألعاب كلها اللي خدنا فيها بطولات هنحتفل بيها على الهواء مباشرة مع حضراتكم. أما في الجزء الثاني من هذه الحلقة هيكون ضيوفي فيها أحمد ثابت وأيمن جلبرتو، حديث مهم جدا عن منتخبنا الوطني وآخر الأحداث على الساحة الرياضية. النهاردة كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي استقبل وفدا من نادي النصر الرياضي لتقديم التهنئة بالتتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة الـ12 في تاريخ النادي. ضم وفد نادي النصر المستشار أشرف لطفي القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة وإبراهيم المرعشلي ومصطفى رسمي ومحمد مدبولي أعضاء المجلس وهاني أمين المدير التنفيذي للنادي. وقدم وفد نادي النصر التهنئة للأهلي بعد التتويج بدوري أبطال إفريقيا للمرة الـ12 في تاريخ النادي، متمنين دوام الانتصار للنادي والوقوف على منصات التتويج في كافة المحافل خلال الفترة المقبلة. حرص الكابتن الخطيب على الترحيب بوفد نادي النصر وقام بإهداء درع وعلم النادي للمستشار أشرف لطفي الذي أهدى بدوره رئيس الأهلي باقة من الورود ودرع نادي النصر، وتم التقاط الصور التذكارية. خلينا بقى نروح لمنتخبنا الوطني اللي حقق تعادل مهم مع غينيا بيساو. كلنا النهارده كنا نتمنى تحقيق ان احنا نكسب هذه المباراة، ولكن بيني وبين حضراتكم على المستوى اللي ظهر بيه منتخبنا الوطني خصوصا في الشوط الأول، الحقيقة أعتقد أن التعادل هو تعادل مرضي. قدرنا من خلال هذا التعادل أن نحافظ على صدارة المجموعة. محمد صلاح النهاردة أحرز هدف رائع في مباراته، يعني في ناس بتقول 98 99 100 ما بين بقى هذه الأمور، ولكن محمد بيحرز هدف استطعنا أن نفوز أو نتعادل به في الدقائق 70. منتخبنا رفع رصيده للنقطة 10 في صدارة الترتيب، بينما ارتفع رصيد غينيا بيساو إلى النقطة 6 في المركز الثاني. تعادل مهم زي ما قلت لحضراتكم، ولكن أداء متباين ما بين شوطي المباراة. الأداء لم يكن جيدا خلال المباراة بالكامل، يمكن الشوط الثاني كان أفضل شوية، ولكن في مثل هذه المباريات خصوصا مع السفر بعد 24 ساعة من أداء مباراة يوم الخميس، وبعدين تسافر يوم السبت الصبح، تصل يوم السبت بالليل، تلعب تريح الحد، تلعب مباراة يوم الاثنين. لكن أداءنا في مباراة بوركينا لم يكن جيدا خصوصا في الشوط الثاني. النهاردة الأداء لم يكن جيدا خصوصا في الشوط الأول. كان في سيطرة على المباراة ولكن الخطورة كانت منعدمة تقريبا. ضيعنا، وجهة نظري ان احنا ضيعنا فوز مهم وسهل، والدليل على كلامي ان غينيا، منتخب غينيا لما تيجي تتفرج عليه ما عملش اي محاولة على منتخب مصر خصوصا في الشوط الثاني. يعني انا شايف ان الفترة اللي جاية محتاجة شغل كبير جدا جدا عشان نستطيع ان نرى منتخبنا اخطر في الناحية الهجومية واكثر فاعلية. النهاردة ايضا كشف كابتن دكتور محمد ابو العلا طبيب منتخب مصر تعرض مصطفى محمد مهاجم المنتخب لإصابة في أربطة الركبة خلال هذه المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 ضمن مواجهات الجولة الرابعة للتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 واللي أقيمت في غينيا بيساو. إن شاء الله أول ما هيرجعوا بالسلامة إن شاء الله البعثة تعود غدا إلى أرض الوطن في تمام الساعة 7 أو 8 صباحا. عايز برضه اتكلم مع حضراتكم في موضوع مهم. النهارده بالمناسبه تم نفي ان يكون محمد صلاح رفض التغيير في مباراه اليوم بعد المباراه مباشره،
وجدنا ان هناك البعض بيتكلم في ان هناك ان محمد صلاح رفض التغيير، ان الكابتن حسام طلب منه التغيير وانه رفض التغيير. فجأة الموضوع ده انتشر بشدة، ولكن بعد انتشار الموضوع ده جالنا كلنا الحقيقة كل الصحفيين جالهم تأكيدات بان كابتن حسام لم يطلب تغيير محمد صلاح، وان محمد صلاح بالتالي لم يرفض تغييره. وبيني وبينكم لما تقعد تفكر هنا بقى هتكلم في ناحية فنية بسيطة جدا، لما تقعد تفكر وانت بتتكلم هتجد انه هو اوفا او اوفا لاعب نادي انبي خرج، ومحمد صلاح هو اللي اصبح راس حربة، والاثنين اللي كانوا بيسخنوا بره هم مصطفى فتحي وناصر ماهر، الاثنين ما بيلعبوش رؤوس حربة، مفيش حد من اللي موجودين دول كلهم بيلعب راس حربة. الوحيد اللي ممكن ترميه قدام هو محمد صلاح، وبالتالي هو يمكن كان الكابتن حسام هنا بيعمل ايه؟ بيختار ما بين مصطفى فتحي وناصر ماهر، مين فيهم اللي ينزل؟ انا هنا بتكلم في وجهة نظر فنية، وجهة نظر انا شفتها وانا قاعد بتفرج على المباراة، انه لو كان عايز يعمل كده كابتن حسام وبعدين بيني وبينكم يعني محمد صلاح ما يقدرش يقول لا. ما احنا شفناه لما بيطلب في التغيير بيطلع مفيش مشكلة خالص، ولكن بيبقى متضايق، بيبان ان هو متضايق زي ما حصل مع يورجن كلوب قبل كده. فعشان كده بقول لحضراتكم انه حتى لما تنظر للموضوع من الناحيه الفنيه تجد ان الموضوع ده مش مظبوط 100%. 100% مش مظبوط، لانه الوحيد القادر على ان هو يلعب في هذا المركز هو محمد صلاح في ظل تواجد عدد كبير جدا كان حاططهم كابتن حسام يقفوا خصوصا في اللحظات الاخيره من عمر المباراه. فنتمنى ان مثل هذه الامور لا تؤثر على مسيره منتخبنا، احنا اللي فينا مكفينا، منتخب مصر اللي فيه مكفيه يا جماعه. زي ما حضراتكم شايفين النهارده الاداء تقدر تقول ان هو يعني مش هتقدر تصل لمرحله ان هو اداء مرضي. مش هتقدر تصل لمرحله ان هذا الاداء هو اداء مرضي. لكن في النهايه نقطه قدرنا بيها نحتفظ بصدارتنا لهذه المجموعة. النهاردة الحقيقة كمان في موضوع مهم آخر، كان في كلام كتير بخصوص كأس العالم للأندية. بعد تصريحات أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد واللي أشار فيها أن ريال مش هيشارك في كأس العالم للأندية بسبب المقابل المادي. أنشيلوتي بعد كده طلع وقال إن تصريحاته اتفهمت غلط وإنه لم يقصد عدم مشاركة ريال مدريد في هذه البطولة. ولكن بقى الغريب إن هناك من استغل هذه التصريحات وعلى طول طلعت تقلل من هذه البطولة وتتكلم إن ريال مدريد مش فارق معاهم من مونديال الأندية وإن البطولة ضعيفة. طبعا بعد ما الناس دي طلعت وقعدت تتكلم بطولة اصل بصوا كنتوا بتضحكوا على الناس والكلام اللي حضراتكم كنتوا بتسمعوه خلال هذه الفترة، بعد كل ده مفيش ساعة ساعتين ريال مدريد مباشرة اصدر بيان واكد انه سيشارك في كأس العالم للأندية 2025. مش كده وبس، نشر نادي ريال مدريد بيانا رسميا عبر الموقع الرسمي لنادي ريال مدريد جاء فيه يعلن نادي ريال مدريد أنه لم يشكك في أي وقت من الأوقات بمشاركته في كأس العالم للأندية الجديدة التي سينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا في موسم 2024-2025 المقبل. لذلك سيتنافس نادينا كما هو مخطط له في هذه المسابقة التي نواجهها بكل فخر وبأقصى قدر من الحماس لنجعل الملايين من جماهيرنا حول العالم يحلمون مرة أخرى بلقب جديد. مباشرة على طول بعد ما حبايبنا طلعوا يقولوا هذا الكلام ريال مدريد عمل هذا الأمر مباشرة. طيب ننتقل إلى النادي الأهلي اللي حصل على راحة سلبية من التدريبات النهاردة للاثنين في إطار البرنامج المحدد ضمن التحضير لمواجهة فاركو يوم الجمعة المقبل في اللقاء المؤجل من الأسبوع ال11 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز. إن شاء الله فريق نادي الأهلي بيستأنف تدريباته الجماعية على ملعب مختار التتش مساء غدا الثلاثاء في واحدة
يرجع مره تانيه يتمرن ويشوف الدنيا ماشيه ازاي، لانه زي ما قلت لحضراتكم خلاص هنبتدي، او احنا بالفعل ابتدينا نقفل صفحه البطوله الافريقيه، والكل ينظر الى بطوله الدوري العام، لان هذه البطوله زي ما قلت لحضراتكم هي واحده من البطولات الاهم في بالنسبه للجمهور النادي الاهلي. اذا كنت بتتكلم على الدوري فهي مهمه، اذا كنت بتتكلم على الكاس فهو مهم، اذا كنت بتتكلم على الانتر كونتيننتال فهي مهمه، اذا كنت بتتكلم على البطوله الافريقيه، بالنسبه لنا كل البطولات او بالنسبه لجمهور النادي الاهلي كل البطولات هي بطولات هامه جدا جدا، وكل جمهور النادي الاهلي يريد دائما الفوز بكل هذه البطولات. عموما وصلنا دلوقتي لفقرة أخبارنا، أخبار البيت الكبير، هنطلع نشوف تقرير نعرف آخر الأخبار على الساحة المحلية والعربية والعالمية، ومن بعد هذا التقرير فاصل، ومن بعد الفاصل هنستقبل بطلات الكرة الطائرة. استقبل الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وفدا من نادي النصر الرياضي لتقديم التهنئة بالتتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة 12 في تاريخ النادي، متمنين دوام الانتصارات للنادي والوقوف على منصات التتويج في كافة المحافل خلال الفترة المقبلة. وصف أسطورة نادي أرسنال روبر بيريز نجمنا المصري محمد صلاح بأنه أفضل جناح في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وقال بيريز لموقع فوتبول لندن إن بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز تضم لاعبين مميزين في مركز الجناح، لكنه أنا حديثه بالقول إن محمد صلاح هو الجناح الأفضل في المسابقة المحلية. يسعى منتخب فلسطين الشقيق للظهور بشكل مميز أمام نظيره الأسترالي يوم غد الثلاثاء في قمة مباريات المجموعة التاسعة من التصفيات الأسيوية المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2026 من أجل مواصلة نتائجه الإيجابية في التصفيات. كشفت تقارير صحفية عن رغبة فريق أولمبيك مارسيليا في التعاقد مع اللاعب الدولي المغربي أيوب الكعبي لاعب فريق أولمبياكوس اليوناني بعد تقديمه أداء مميزا في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي. ووفقا للتقارير فمن المتوقع أن يقدم أولمبيك مارسيليا عرضا لأجل ضم الكعبي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بتوقيع عقد لمدة عامين مع خيار التمديد لعام إضافي. أصدر نادي ريال مدريد الإسباني بيانا رسميا أعلن فيه مشاركته بشكل طبيعي في منافسات كأس العالم للأندية 2025 بنسخته الجديدة، وجاء في بيان النادي الملكي أنه لم يشكك في أي وقت من الأوقات بمشاركته في كأس العالم للأندية الجديدة التي سينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا في 2024-2025 المقبل. وقال أنشيلوتي في وقت سابق من صباح اليوم اللاعبون والأندية لن يشاركوا في كأس العالم للأندية بشكله الجديد، فيما صرح بعد ذلك لم يتم تفسير كلماتي حول كأس العالم للأندية بالطريقة التي كنت أقصدها. كشف الاتحاد الإيطالي لكرة القدم عن الصورة الرسمية لمنتخب الأزوري المشاركة في بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2024 التي ستنطلق الجمعة المقبل، ونشر الحساب الرسمي جلسة التصوير وبها نسختان، واحدة يرتدي فيها اللاعبون قميص الفريق الأساسي والأخرى بالزي الرسمي. يسعى نادي برشلونة الإسباني بقيادة مدربه الجديد هانز فليك للتعاقد مع أنجلو ستيلر لاعب شتوتغارت الألماني، حيث يرى في أنجلو حلقة وصل بين اللاعبين من ذوي الطابعين الدفاعي والهجومي، ويفضل فليك أن يملك لاعبا متعدد الاستخدامات أكثر من محور تقليدي. انضم نادي فنربخشة التركي الذي يقوده جوزيه مورينيو للمهتمين بضم ميسون غرينود لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي المتوقع رحيله نهائيا عن ملعب أولد ترافورد هذا الصيف. وأشارت التقارير إلى اهتمام عدة أندية أبرزها برشلونة، أتلتيكو مدريد، بروسيا دورتموند، نابولي ويوفنتوس بضم اللاعب. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. النهارده ان شاء الله هيكون معانا ثلاثه من اهم لاعبات فريق فتيات الذهب، الفريق اللي قدر يفرض كلمته على كل البطولات المحليه وقدر ان هو يحافظ على بطوله الدوري العام الممتاز للمره التسعه. انا هقول ارقام لحضراتكم قد تبدو هذه الارقام او مش هي تبدو، هي ارقام اعجازيه بالفعل، 29 مره على التوالي وال40
في التاريخ. حضراتكم واخدين بالكم من الارقام ماشيه ازاي؟ يعني بس عشان تبقوا عارفين احنا بنتكلم مع مين. قدروا ان هم يستعيدوا بطوله كاس مصر الحقيقه، واللي كنا خسرناها السنه اللي فاتت بعد فتره كبيره من الهيمنه والسيطره. كمان فزنا بلقب كاس السوبر المصري، وده للمره الثانيه على التوالي. الحمد لله النسخه الثانيه معانا العلامه الكامله دايما فيها. هيكون في ضيافتنا النهارده، خلوني ابدا بالاقدم، آية الشامي. ازيك يا آية؟ ازي حضرتك؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله كله تمام؟ الحمد لله. ايضا سارة امين، ازيك يا سارة؟ ازي حضرتك؟ كده هم ماشيين بالاقدم، ها؟ عشان ما حدش، ما مش عايزين نروح في داهية. ازيك يا سارة؟ الحمد لله تمام. الف مبروك. الله يبارك في حضرتك. ايضا آية خالد، ازيك يا آية؟ الحمد لله. عاملة ايه؟ كله تمام. كله تمام؟ الحمد لله. طيب عشان نعرف هم عملوا ايه خلال هذا الموسم، خلينا نطلع نشوف هذا التقرير ونرجع نحتفل مع فتيات الذهب. ثلاثية محلية زينت موسم فتيات الذهب فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادي الأهلي بقيادة مديره الفني كابتن إبراهيم فخر الدين، الذي حقق العلامة الكاملة على المستوى المحلي واستطاع حصد الألقاب جميعها، وهي كأس السوبر المصري، الدوري الممتاز، كأس مصر. باكورة بطولات فتيات الذهب كانت التتويج بكأس السوبر المصري بعد الفوز على الغريم التقليدي الزمالك، ثم حصد الفريق لقب الدوري بعد التغلب على الزمالك مجددا، وأخيرا كان التتويج بلقب كأس مصر، وذلك على حساب نادي الشمس بثلاثية نظيفة. ظهرت المحترفة تاتيانا بوكان بشكل مميز رفقة زميلاتها، واستطعنا خطف أنظار متابعي الرياضة المصرية بشكل عام والكرة الطائرة بشكل خاص بفضل الضربات الساحقة وحوائط الصد القوية، إضافة إلى تألق ندى وليد في مركز الليبرو. وكان بإمكان الفريق أن يحقق العلامة الكاملة في كل البطولات لولا غياب التوفيق وبعض التسرع في نهائي بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري التي أقيمت على ملاعب أهل الجزيرة، وسط تنظيم مبهر أشاد به الجميع وعلى رأسهم المغربية بشرى حقيق رئيس الاتحاد الإفريقي للكرة الطائرة. تنتظر الجماهير الحمراء من سيدات طائرة الأهلي استعادة لقب بطولة إفريقيا الغائبة عن خزائن النادي منذ عام 2019، إضافة إلى المحافظة على السيطرة المحلية. وتأمل زميلات آية الشامي في رسم البسمة على شفاه الجماهير الأهلاوية والتي دائما ما تزحف وراءهن وتراهن عليهن في أي بطولة ومع أي ظروف. كما أشاد الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بتحقيق فتيات الذهب الثلاثية، مطالبا إياهن وجهازهن الفني والإداري والطبي ضرورة الاستعداد بقوة للموسم الجديد لتحقيق العلامة الكاملة وإضافة إنجازات جديدة ومواصلة كتابة التاريخ. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى. اي هبدا يا شابي، هبدا معاكي. اصابه في بدايه الموسم واصابه رخمه وطويله، الامور اخبارها ايه دلوقتي؟ يعني انا نزلت في اخر السيزون خالص، انا تقريبا يعني نزلت تقريبا، كان بدايتي ان انا ابتدي انزل كان في وقت السيمي فاينل، كان وقت صعب قوي ان انا ارجع اشارك مع الفرقه بشكل على طول، يعني حتى في التمرين وكده كان طبعا لازم الناس اللي هتلعب هي الاحق ان هي تتمرن اكتر والتركيز يبقى عليها اكتر، فده كان اصعب حاجه. دايما حتى لما كنت بتصاب قبل كده كنت بقدر انزل بدري شويه، فكنت بتمرن مع الفرقه، كنت يعني بشارك معاهم اكتر، فكنت بقدر ان انا العب في الاخر. بس الفتره دي الاصابه كانت فعلا صعبه، قعدت كتير قوي باهل منها وسافرت فرنسا وكده، فكان الموضوع صعب يعني. بس ان شاء الله ابتدي بقى السيزون الجاي اجهز لي يعني ان شاء الله. يعني هتبتدي كده؟ تمام، الامور بقت كويسه، هتبتدي مع الفريق من اول فتره القادمه؟ ان شاء الله ابتدي معاهم كلها. طيب الحمد لله. ساره، انت واحده من كباتن الفريق، ايه دايما التعليمات اللي بتتكلموا فيها او النصايح اللي بتنصحي بيها زمايلك وانتوا قاعدين او قبل اي مباراه مهمه؟ يعني قبل اي مباراه طبعا، سواء هي ضعيفه سواء قويه، احنا بنلعب على ان احنا نكسب اي ماتش طبعا داخلينه، سواء هو هيبقى فرقه ضعيفه، فرقه لسه في المجموعات، لسه في مثلا في بطوله افريقيا، الفريق الماتشات في الاول ما كانتش صعبه قوي، بس احنا كنا بندخل اي ماتش احنا مركزين على اي حاجه، عندنا هدف واحد ان احنا نكسب اي ماتش.
بقوة نفرض سيطرتنا على الفرقة اللي قدامنا بطريقة اللي هو نقول احنا الأهلي بس. وكان كل ماتش فعلا الفرقة بتدخله بجدية، والحمد لله قدرنا ان احنا نكسب يعني الحمد لله. الماتشات الحمد لله. ايه يا خالد، ان انت تفوزي بجائزة احسن سنتر بلوك في بطولة افريقيا، اعتقد ان ده شيء جيد جدا، بيمثلك ايه؟ وعشان تحافظي على المستوى ده السنة الجاية هتعملي ايه؟ اكيد ده بيمثل لي حاجات كتيرة جدا. الجائزة دي طبعا في بطولة مهمة زي دي، هي طبعا ما كانش ليها طعم قوي عشان احنا خسرنا البطولة، بس طبعا هي تعني لي كتير وهتخليني ان انا عايزة الفترة اللي جاية انزل ابذل مجهود اكتر من كده بكتير عشان احافظ. صعب ان احنا نحافظ على النجاح، فلازم نبذل مجهود اكبر من كده بكتير عشان دايما ابقى في نفس المستوى واقدر ان احنا نحقق بطولات اكتر، وان احنا اقدر ان احقق يعني حاجة زي كده تاني يعني. ايه برضو ايه الشامي بقى منافسات دايما اللي بيلعب او اللي بيلعب بشكل اساسي وفي كثير من المباريات بيبقى دايما زمايله اللي حواليه فيها في منافسه دايما بينكم وبين بعض، بتتغلبوا على المنافسه دي ازاي؟ يعني الروح بينكم عامله ازاي؟ انا بحب دايما اتكلم في مثل هذه الامور لان هي دي الامور اللي وجهه نظر يعني اللي بتكسب مش حضراتكم فقط ولكن النادي الاهلي بشكل عام واختلافه عن بقيه الانديه في هذه النقطه تحديدا. يعني هو انا احنا تقريبا في النادي كلنا في التمرين يعني كلنا بنتمرن زي بعض، كلنا كل حاجه زي بعض. طبعا اللي بيلعب دي حاجه بتاعه المدير الفني، كلنا بره بيبقى هدفنا واحد يعني ان احنا نكسب دايما. لو اي حد اتفرج علينا من بره هتلاقي ان احنا روحنا كويسه قوي الحمد لله مع بعض، كلنا همنا ان احنا نكسب. يمكن اللي بره بيبقوا مشدودين جدا، يعني انا اخر فتره دي كنت بره فعلا انا كنت ببقى مشدوده اكتر من اللي في الملعب. انا اللي بيلعب يعني لا انا بقول للناس كده، بقول لهم يا جماعه انا دلوقتي ببقى مشدود اكتر. الموضوع مختلف جدا يعني يمكن في الملعب الموضوع بيروح شويه بعد بعد كام نقطه صح. لكن اللي بره دول على طول مشدودين طول الماتش، فالموضوع بيبقى مختلف جدا. بس لو احنا ما كانش هدفنا واحد او روحنا على روح بعض ما كانش هيبقى اللي بره مشدود اكتر من اللي جوه. كمان ايه من بطوله السوبر كانت اول بطوله في السيزن، كانت هي طبعا لسه في الاصابه وكده، كانت بره كانت بتشجعنا بطريقه مش كانها واحده في الفرقه معانا. حتى انا كنت في الفرقه الماتش اللي هو الفاينل بتاع الزمالك ده، كنت كان كابتن ابراهيم حطني في المركز بتاعها، كنت بره انا بطلع بره اسالها ايه اعمل ايه، عشان انا كنت كابتن ابراهيم كان عنده نظره كده في الماتش ده ان انا العب في مركز اتنين. فايه هي كانت من بره بتقول لي اعمل ايه واقف ايه يعني كانت ايه من بره بجد كان ليها دور كويس قوي يعني مهم جدا في الماتش ده ان هي تساعدنا ان احنا نعدي الماتش ده بطريقه الحمد لله قدرنا نكسب برضه. طيب خلينا نروح لتليفون مهم ايضا من واحده من فتيات الذهب اللي هتبقى موجوده دايما معانا، ولكن من خلال التليفون مين اللي فيكم ممكن تشتغل الفتره اللي جايه معانا هنا؟ سارة اكيد. يلا سارة قولي انت الو. هم ما حدش فيهم فكر، هم قالوا سارة قولي الو واسالي واعملي وكل ألو؟ حاجه. الو ايوه ندى معروفه ندى وليد ندى وليد ما لحقتش ندى وليد خلاص ما لحقتش. ايوه اتفضلي يا سارة. ايه ده صوت الوقت ده يا سارة مش متعوده. ازيك يا ندى وده عامله ايه؟ ندى ازيك يا ندى اخبارك ايه؟ الحمد لله. ازاي حضرتك؟ عاملة ايه؟ كله تمام والف الف مبروك على هذه الانجازات الرائعة الحقيقة خلال موسم طويل، ولكن في النهاية ثلاث بطولات من اربع بطولات اعتقد شيء جيد. طبعا الله يبارك في حضرتك. هو مش شيء جيد قوي بس الحمد لله كتوتال يعني كويس الحمد لله. يعني كتوتال مش هنقدر نتكلم في اي حاجة غير ان احنا نقول ان احنا مبسوطين بيكم وسعداء جدا وسعداء بتكريمكم. ان انتوا تكرموا من النادي ويبقى موجود الكابتن خطيب اعتقد شيء مهم جدا جدا، وبيحسب لاداره النادي وبيحسب لاداره النشاط الرياضي في النادي ايضا. يا ندى طبعا دي حاجه بتفرحنا قوي يعني. يعني كابتن ديبو دايما في ظهرنا ودايما بيشجعنا في اي حاجه في اي مكسب اي خساره او اي خساره بنلاقيها عندنا، فدي بالنسبه لنا حاجه بتشجعنا وبتدينا الثقه وبتخلينا ان احنا مش عايزين نخسر بطوله ثاني، عايزين نكسب كل حاجه عشانهم يعني. انت موجوده مع المنتخب دلوقتي صح؟ لا احنا دلوقتي ما عندناش منتخب، احنا اجازه. عندكم اجازه اليومين دول ها؟ طب امتى هترجعوا تاني التمرين بقى الفتره اللي جايه؟ لا مش عارفين يعني صراحه ما حدش قال حاجه. لسه محتاجين تاخدوا وقت شويه برضو البطولات اللي ورا بعض دي. ايوه طبعا. طيب محتاجين اجازه شويه. الثلاثه صحابك واصدقائك وقريبين منك مين اللي اقرب فيهم؟
لا كلهم ما انا ما بحبش الكلام الدبلوماسي ده يا جماعه. يعني ما ماشي كلهم وحلوين ولطاف وكل حاجه، اكيد في واحده كده بتقعدوا تودودوا مع بعض زي ما احنا كرجاله برضه بنودد كلنا مع بعض، البنات ما بنقدرش يبقى اثنين بس، احنا كلنا مع بعض كلكم بتودودوا مع بعض؟ مع بعض كده كده. طب بتودودوا تقولوا ايه بقى؟ سمعونا. لا مش هينفع هنا كده قدام الناس. ما فيش حد بيتفرج يا بنتي، ده احنا وهم بس، مفيش حد يعني. لا احنا سعداء جدا بوجودكم طبعا معانا. ندى ايه خالد اللي عايز تقول لها حاجه؟ ندى برضو اتفضلي. انا ده اكيد طبعا. ازيك يا ايوب؟ ازيك يا ندود؟ انا ده اكيد والله طبعاً. احنا المفروض ننزل بس انتوا خدتوها مني. النهارده؟ شفت بقى؟ لما يعني نصايه كده و... بس هيبقى الوقت اتاخر. لا خلاص بقى. لا يعني والله انا ده اكيد الثلاثه بجد اللي معاك دول من احسن الثلاثه اللي انا اتعاملت معاهم في حياتي والله، فحضرتك مخلص. طب شكرا يا ندود. شوفي ايه عايزه تقولي. لا انا ده اكيد طبعا لعيبه من اللعيبات الاكيد مهمه جدا، هي ليها دور كبير طبعا في سبب اي مكسب احنا كنا فيه، هي لعيبه مجتهده واكيد يعني مستواها باين اكيد قدام اي حد، احسن ليبرو في افريقيا، فاكيد يعني نبقى مبسوطين ان احنا اكيد انا مبسوطه. بعدين هي الوحيده اللي بتبقى لابسه لبس غير كده. هي بتبقى ملونه في الملعب. بس يعني فاكيد هي عملت بجد موسم كويس قوي، فشكرا اكيد ليها يعني. حبيبتي عيون. ندى طموحاتك ايه مع النادي الاهلي خلال المرحله اللي جايه؟ مرحله صعبه و... وخلي بالك دايما المحافظه على المستوى اللي انتوا فيه صعب جدا. ايوه طبعا، هو طبعا أي يعني طموحاتنا كلنا ان احنا السنه الجايه ناخد الرباعيه، واول حاجه طبعا افريقيا ان احنا ننجحها تاني بيتنا يعني. فهي هتبقى سنه بالنسبه لنا اصعب بكتير، بس ان شاء الله نقدر نحققها يعني. ترجعوها بيتكم ازاي بقى؟ ناخدها. نفسنا كلنا ناخدها، ناخدها يبقى ندوس على نفسنا في التمرين يعني. خلي بالك انت بيسمعك شباب صغير، انت بالنسبه لهم والبطلات اللي قدامنا بالنسبه لهم مثل اعلى، فمهم جدا دايما لما نيجي نتكلم نقول على التمرين، وانا وجهه نظري دايما كده ان التمرين هو الاساس في كل شيء. ايوه طبعا. علاقتك بالجهاز الفني والاجهزه والجهاز الفني والاداري اللي موجود مع تغير المدرب، وجود كابتن ابراهيم، مجموعه العمل اللي موجوده، بتشتغلوا مع بعض ازاي؟ طبعا هي اول ما بيتغير الجهاز الفني انت في الاول تبقى الموضوع صعب، لان هم مش عارفينك وانت مش عارفهم، فمش عارفين كل واحد طريقته عامله ازاي. فهي بتبقى اول شهر شهرين وحتى اول فتره من الماتشات الدنيا تبقى صعبه شويه، بس بعد كده خلاص انت بتاخد على الموضوع، تلاقي نفسك خلاص اتعودت يعني، فده اللي بيحصل على طول يعني. عموما نتمنى لكم يا رب كل التوفيق. انا بشكرك جدا ندى وليد، واحدة من فتيات الذهب زي ما قلت لحضراتكم. ندى أفضل ليبرو في أفريقيا وفي مصر الحقيقة خلال هذه الفترة. عايز أسألكم انتوا التلاتة، التطور الحقيقة اللي بيحصل في كرة الطائرة النسائية أعتقد تطور كبير جدا يا أيه. طبعا يعني حتى إعلاميا يعني الموضوع دلوقتي بقى مختلف جدا. زمان الناس ما كانتش بتتابع الفولي حتى النسائي اكتر يعني بالطريقه دي. دلوقتي الموضوع بقى اكتر، كل الناس بقت متابعاه يعني، وصلت ان محمد صلاح كان بيتفرج على ماتش الاهلي والزمالك بتاعنا، فالموضوع بقى منتشر جدا. بصراحه انا شايفه ان ده برده بيعلي المستوى، بيخلي اي بطوله بتتاخد ليها طعم تاني. بس هي يعني دايما النادي الاهلي مش بيعترف غير بالمركز الاول، فده بيخلينا احنا دايما تحت ضغط جدا ان احنا مش بنتقبل الهزيمه، وللاسف هي الرياضه مكسب وخساره، بس احنا ما بنعرفش في النادي الاهلي الخساره، فهذه المشكله بقى ان احنا دايما بنبقى داخلين اي ماتش واي بطوله احنا مش معترفين غير بالمركز الاول بس. وهو ان انا ابذل مجهود، انا وجهه نظري في هذه الامور ان انا ابذل مجهود كبير جدا، ولكن دايما في ثلاث نتائج: الفوز، الهزيمه، التعادل. لكن احنا كنادي اهلي دايما متعلمين ان احنا نعمل ايه؟ نبذل مجهود من خلال تمرين، من خلال مباراه، والنتيجه دي دايما بتاعت ربنا. دايما يقولوا يا ساره ايه؟ يقول لك النادي الاهلي ده محظوظ. حقيقي احنا محظوظين، ولكن احنا محظوظين باجتهادنا، محظوظين مجتهدين ان احنا نعم مجتهدين ان احنا باجتهادنا وان احنا بنتعب وان احنا بنموت نفسنا عشان نصل ان احنا نبقى ناخد كل هذه البطولات. بتفكروا ازاي يا ساره في ظل ان انتوا يعني طيب لو خدتوا بطولة افريقيا السنة اللي جاية وكانت البداية ان انتوا خدتوا البطولة الافريقية، فانتوا تقريبا خدتوا كل حاجة، بتفكروا ازاي؟ بتفكروا تتمرنوا تعملوا ايه؟ ايه اللي محتاجينه خلال الفترة اللي جاية؟
طبعا هو احنا مش بنعتمد على العده، يعني العده ده خلاص هو انتهى. بيبقى تاريخ صحيح. وخلاص احنا حطيناه ماشي في التاريخ بتاعنا، بس لا احنا بنفكر بندخل اي بطوله، لا دي بطوله جديده، تحدي جديد، تمرين وجديه يعني غير اي مره. مش هنعتمد بقى خلاص ان احنا السيزون اللي فات اخذنا 3 بطولات خلاص بقى ننام، لا احنا عندنا هدف في كل بطوله، وبنخش طبعا اي بطوله اللي هو احنا فعلا زي ما ايه قالت، يعني النادي الاهلي هو يعرف المكسب بس، مفيش هزيمه يعني، بس لا ينظر للهزيمه اطلاقا. معلش هو سؤال، واحنا كجمهور، وانا اعتبروني من الجمهور وبسالكم دايما، انا من المتابعين لحضراتكم او من مشجعي الطائره، وانا بتفرج على ماتش الزمالك اللي خسرناه، احنا متقدمين 2-1، عايز اعرف رايكم انتوا الثلاثه ايه اللي حصل في اللحظات دي، يعني ايه اللي حصل احنا 2-1 واحنا ليدنج واحنا ابر هاند، يعني احنا اليد العليا في كل شيء، احنا اللي واخدين كل البلوكات، احنا اللي ضاربين كل الضرب، احنا اللي عاملين كل حاجه، وفجاه الامور بتتغير. يمكن في لحظه هو اكيد كان في عدم توفيق، يعني احنا اكيد احنا بذلنا اكثر كل حاجه عندنا في الماتش ده، ويمكن في الشوط الرابع ده يمكن بدأنا نحس شوية ان احنا خلاص كسبنا، يمكن ده برضو سبب شوية خلل ان احنا ما قدرناش ان احنا ناخد الجيم الرابع، دي اكيد كانت مشكلة، بس في الاول في الاخر ده كان في عدم توفيق، ما كانش مكتوب لنا ان احنا ناخد الماتش ده، حاولنا باقصى جهدنا في الجيم الرابع، في الجيم الخامس احنا كنا هم ليدنج علينا 4-0. لا 2-1 ده كمان يعني انا فاكر الماتش ده. ما هو النقطه التحول كانت في الكام نقطه دي. صحيح. هي كانت كام نقطه دول كان في عدم توفيق، يعني هو كنا بنحاول والدنيا 17-12 19-14 صح. فاكرينه؟ ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل برضه؟ محتاجين الناس محتاجه تفهم. يعني مش عارفه، انا حاسه ان يمكن فرق السكور ده مع سهل. مع نهايه الشوط اللي احنا بقينا 19 وهم 14، ده حسسنا خلاص ان احنا بنقرب قوي يعني. وبعدين فجاه ابتدوا هم يطلعوا، فاحنا ممكن نكون اتوترنا مع غياب التوفيق، ده خلى ان هم يعلوا، لان هو خلص في الاخر 25-21 بالظبط. فهو ممكن تكون مع هم الصحوه اللي جات لهم دي، احنا ارتبكنا جدا لان احنا كنا خلاص حاسين ان احنا تقريبا شبه كسبنا. فبعد كده لما حصل ده، حتى جه الجيم الخامس زي ما هي قالت، هم كانوا ليدنج علينا، كان تقريبا 4-1 حاجه زي كده في الجيم الخامس، وهو 15 نقطه، وقدرنا نجيبهم وفضلنا متعادلين لغايه الاخر، بس هو برضو في الاول في الاخر هو توفيق ربنا. توفيق ربنا يعني طبعا ما كل حاجه بتوفيق ربنا، اللي بنكسبه واللي بنخسره كله توفيق ربنا يعني. بالظبط يعني. فهو ده ممكن يكون الغلطه اللي احنا عملناها مثلا، ان احنا حسينا ان احنا قربنا قوي في وقت ما كانش ينفع غير في الاخر خالص، مش نلم نفسنا في الجيم ده بسرعه، فهم خطفوا الجيم، خطفوا الجيم كله. طيب ساره برضو مضطره تقولي الو. الو. محدش يتكلم المره دي بقى، خليها هي اللي تقول. الو. لا علي صوتك شويه. الو الو. لسه احنا معانا يا شباب التليفون ولا يا شباب معانا؟ طيب اوكي. انا اللي اقول الو ولا اسماء؟ هي صوت احلى. الو. اكيد يا ساره. ساره قولي الو. الو. هو تقريبا مش هيتكلم على ساره. الو. خاف مني. الو. ايوه مين يا ساره؟ الو. الو. ايوه مش عارفين مين اقول لكم. انا عارف طبعا ان هم قالوا لي. اسالي قولي حاجه انا مش سامعه. ازيك عامله ايه؟ ازيكم يا شباب عاملين ايه؟ دعاء الغبيشي. ازيك يا دعاء؟ ازاي حضرتك؟ اخبارك ايه؟ والف الف مبروك، ثلاثيه جميله تستحقوا عليها التكريم وتستحقوا عليها التحيه. كان نفسنا والله تبقى رباعيه، بس الحمد لله. كلنا كان نفسنا نبقى رباعيه، لكن يعني في النهايه تكريم مهم من مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه كابتن محمود الخطيب. كابتن يعني لما اتكلم في الوقت اللي كنتوا بيتم تكريمكم فيه، قال احنا خسرنا بطوله ولكن كسبنا 3 بطولات، وبالتالي ان شاء الله السنه الجايه تكسبوا الاربع بطولات، لسه كانوا
الفتيات الذهب اللي موجودين معايا بيتكلموا عن هذا الامر ان احنا نقدر نكسب ان شاء الله السنه الجايه اربع بطولات ان شاء الله. ايوه باذن الله ان شاء الله. تعملوا ايه بقى عشان تكسبوا الاربع بطولات يا دعاء؟ يعني والله مش هقدر اقول لحضرتك احنا ما تعبناش السنه دي عشان هنتعب اكتر السنه الجايه. هي دي اكتر سنه كلنا تعبنا فيها بجد، وكان كل واحده يعني بتيجي على نفسها في حاجات كتير قوي، كل واحده سايبه وراها حاجات كتير قوي ومضحيه بحاجات كتير قوي عشان تبقى يعني قد المسؤوليه. يعني احنا تعبنا بجد، بس السنه اللي جايه احنا هنتعلم من اخطاء السنه دي، وهنفضل برضو مكملين تمرين زي السنه دي، بس هنتعلم من الاخطاء اللي وقعنا فيها السنه دي، زي مثلا ان احنا ما نستهترش حتى لو احنا 24-0 عادي، هم لسه عندهم امل ان هم يجيبوا 24 واحنا لسه برضو ما خلصناش الماتش. فدايما نتعلم من الاخطاء ان احنا ما نحتفلش بدري ايا كان السكور ده حاجه على جنب، احنا ما بنعتمدش غير حاجه واحده بس، صفاره الحكم في اخر الماتش. فدي الحاجه اللي يمكن الحاجه دي اللي السنه دي كانت بتنقصنا شويه، حتى بعد ما كسبنا اول ماتش فريق الزمالك في نهائي الدوري، كسبنا اول ماتش 3-0 بسهوله جدا. فاحنا خلاص جايين تاني ماتش احنا هنكسب الماتش ده زي احنا كسبنا 3-0، فيعني لو الماتش بقى صعب هنكسبه 3-2 3-1. فجينا تاني يوم برضو عندنا نفس الحاجه اللي هو احنا كسبنا الفرقه دي، فخلاص بقى نازلين هنكسب بقى تاني عادي. لا هو مش عادي، هو لازم نتعب عشان نحس بطعم المكسب ده، ولازم ما نركزش مع السكور، نركز في الاخر مع صفاره الحكم، وهو في الاول وفي الاخر برضو توفيق ربنا طبعا. يعني ده اهم حاجه. هو اليوم ده مع رايي يعني اليوم ده ما كانش بتاعنا، او الماتش ده ما كانش بتاعنا، ولو تعاد مره واثنين وعشرة مش هيحصل اللي حصل ده تاني. صحيح. انا عايز اسالكم انتوا الاربعه، اصعب ماتش ليكوا السنه دي كان ايه؟ أي خالد قولي لي اصعب ماتش ليكوا ايه السنه دي؟ اكيد الفاينل الافريقيا، وبرده الماتش الصعب بالنسبه لي الماتش اللي احنا لعبناه بعد الخساره من الزمالك في الدوري، برده الماتش اللي بعديه ده كان صعب جدا. احنا خسرانين 3-0، فاحنا كنا راجعين الماتش ده حقيقة موت، احنا لازم هنطلع كل اللي عندنا عشان ده مش مستوانا. احنا هنقدر نكسب الفرقه دي عادي، وكسبناهم في الاول ماتش 3-0 في الاول وفي الاخر، اللي في النص هو اللي وقع بس. فده مش احنا، مش مستوانا، واحنا كنا خارجين متضايقين من الماتش ده، فالماتش اللي بعده كان صعب نفسيا عشان احنا مغلوبين. تقدروا ترجعوا تاني بالظبط. دعاء انت انهي ماتش بالنسبه لك كان او انهي بطوله الاقرب ليكي السنه دي؟ افريقيا طبعا. افريقيا برضو طبعا طبعا، عشان هي الاقرب، عشان احنا ما خدناهاش. بس برضو يعني اصعب ماتش بالنسبه لي بصراحه كان ماتش السوبر. ماتش السوبر عشان ده كان يعني ماتش اللي يكسبه هو اللي يدخل، يعني هو اللي ياخد السوبر. فبالنسبه لنا دي اول مره نلعبهم في السنه، فاحنا برضو مش عارفين هم اتغيروا عن السنه اللي فاتت ولا لا. احنا برضو في ناس مختلفه ما كانتش موجوده معانا السنه اللي فاتت، فده كان اول لقاء بيننا وبينهم اللي هو خلص 3-2 ده في السوبر. ده برضو كان اصعب ماتش بالنسبه لي مع الزمالك، يعني هو كان اصعب من الماتش اللي احنا خسرناه. الماتش اللي احنا خسرناه كان سهل. الماتش اللي احنا خسرناه كان سهل. طيب متحسرين زياده يعني ولا بصراحه؟ يعني احنا لما بجد ضايقين يا ده بجد، احنا لما بنعيد الماتش احنا ما خسرناش عشان لسه كانوا بيقولوا، لسه كنت بتقولوا كده. اتفضلي يا دعاء كملي. احنا حتى لما بنتفرج على الماتش مش بنقول ان احنا خسرنا بسبب ان احنا ان هم كانوا كويسين واحنا لعبنا وحش او ان الماتش كان صعب، لا احنا خسرنا سوء توفيق. اوكي. ساره بالنسبه لك برضو ايه الاصعب، ايه الاقرب ليكي البطوله؟ طبعا برضو ماتش السوبر، هم ثلاث ماتشات فعلا اللي ايه قالت عليهم دعاء، اللي هو السوبر، ماتش السوبر ده اللي هو كان اول مواجهه بيننا وبين الزمالك. اوكي. كان اللي هو اللي يكسب يفرض سيطرته بقى في الفتره اللي بعد كده، في السيزون بقى خلاص. أوكي. يعني كان ماتش مش سهل برضو، كسبنا 3-2، كانش ماتش سهل خالص، بس قدرنا ان احنا الحمد لله ان احنا نعدي الماتش ده عشان نقدر نكسب. طبعا ماتش الدوري الاخير كنا تحت ضغط ان هو ماتش خلاص فاينل، ما فيش هزار فيه. لسه مغلوبين 3-0
ولسه كاسبين 3-0، فماتش طبعا احنا مش عارفين هنعمل ايه اللي حصل نفكر في ايه بالظبط. بس فلا كان برضو المواجهه دي مش سهله، وطبعا الفاينل زي ما دعاء قالت برضو هي كان ماتش سهل في ايدينا، خلاص احنا بنكسب واحنا بنحتفل. مفيش خلاص حد حاطط في دماغه، ناس طلعت من الصاله خلاص احنا كسبانين، احنا مفيش حد. ودي المشكله. دعاء اخيرا لو عايزه تقولي لزميلاتك اي حاجه. يعني اتمنى ان شاء الله باذن الله ان احنا نحافظ على فرقتنا السنه اللي جايه، وباذن الله نقدر نحقق الرباعيه باذن الله السنه اللي جايه. أنا بشكرك شكرا جزيلا دعاء الغباشي. أيا شامي، الماتش الصعب بالنسبة لك والأقرب لقلبك؟ عامة ولا في السنة دي؟ أنا أصلا مش موجودة أوي. ماتشين أنت لعبتي الإيه؟ كم نهائي لعبتيهم؟ واحد؟ السنة دي يعني ما لعبتش، أنا كنت موجودة معاهم بس ما لعبتش. ما لعبتيش ولا نهائي؟ شايفاهم يعني؟ لا بس أنا بالنسبة لي أنا كنت فارق معايا أوي السوبر كمان، لان السوبر اول بطوله دي تاني بطوله، اول بطوله الزمالك ما كانش فيها. فكله قال الاهلي خدها عشان الزمالك مش فيها ومعرفش ايه وكده. فانا كان فارق معايا قوي ان البطوله تفضل في الاهلي والزمالك كمان موجود، يعني هو طبعا بقى المنافس بتاعنا، فكان فارق معايا قوي ان النادي ان الاهلي يفضل هو اللي مسيطر على البطوله. وطبعا برده بالنسبه لي افريقيا يعني هي كانت حلم حياتي تبقى موجوده طبعا، لان هي في النادي، يعني هي غير انها بطوله افريقيا هي كانت في النادي، دي كانت بالنسبه لي اوحش حاجه ان هي على ارضنا، وكل حاجه كانت بتقول ان احنا الحمد لله ماشيين ان احنا في طريق ان احنا هنكسب يعني. صحيح. وكل حاجه يعني خلاص الناس كلها فعلا زي ما كله قال، هو كله يعني كان بيقول الاهلي خلاص مسيطر وكل حاجه، بس هو نصيب طبعا. والدوري برضو يعني ان الاهلي يفضل الحمد لله ما خسرناش ولا بطوله رغم كل اللي حصل في الفرقه، وكل الناس طبعا عارفه اللي حصل في الفرقه وكده، والناس مشيت وناس موجوده وكده، بس الحمد لله قدرنا نفضل محافظين عليه لغايه دلوقتي الحمد لله ما خسرناش ولا دوري، ودي كانت بالنسبه لي اهم حاجه الحمد لله. طيب هنكمل كلامنا مع فتيات الذهب، ولكن نطلع فاصل وبعد هذا الفاصل نرجع نكمل مع حضراتكم بقيه هذه الحلقه. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. طيب عايز اسالكم برضو سؤال ثلاثي ليكم انتوا الثلاثه، يعني شايفين المنافسه ازاي مع نادي الزمالك؟ هو النادي دائما المنافس للنادي الاهلي هو نادي الزمالك، في ظل انه يعني نادي الزمالك عمل بعض التدعيمات، ده اللي انا عرفته يعني انه عمل بعض التدعيمات. ابدا بمين زي ما انتوا عايزين؟ اي خالد. اكيد المنافسه مش سهله، كل سيزون الدنيا بتبقى اصعب، عشان كل سيزون الزمالك بيدعم فرقته بيحاول يبقى احسن، فالمنافسه على طول قويه، بس ده مخلي على طول ان احنا قدامنا هدف اقوى، فده بيخلينا احنا نشتغل على نفسنا اكتر عشان احنا عارفين المنافسه اقوى السيزون الجاي بالذات ان في كذا تدعيم، فده يخلينا احنا نشتغل على نفسنا اكتر، ده هدفنا يعني ان احنا الفرق اللي قدامنا بقت اقوى، فاحنا لازم نشتغل اكتر. صح زي ما ايه قالت، احنا برضو ان احنا نشتغل على نفسنا طبعا دي اهم حاجه، يعني لازم نبقى اقوى ولازم نبقى احسن، لازم نبقى ان احنا نفرض سيطرتنا طبعا على الفرقه اللي قدامنا بالتمرين بالاجتهاد بان احنا كل واحده تعمل اللي عليها في الملعب وبره الملعب في التمرين، تشتغل على ايه اللي ناقصها، ايه اللي كان ناقصها السيزون اللي فات فتقويه او تشتغل عليه السيزون الجاي، فده اللي هيفرق السيزون اللي جاي، يعني ان شاء الله ان احنا كل واحده تبقى محافظه على لياقتها على اكلها على كل حاجه يعني. أي. يمكن اهم حاجه ان احنا نشوف اخطائنا، يعني ان احنا نبتدي بيه هو اللي احنا نشوف اخطائنا ودي اللي نشتغل عليها عشان نبتدي نصلحها الفتره الجايه، هيبقى عندنا لسه بدايه السيزون فهيبقى عندنا وقت ان احنا نقدر نصلح كل اخطائنا دي ان شاء الله، وان احنا نركز قوي ان طبعا الزمالك فرقه حضرتك لسه قايل ان هي فرقه كبيره وفيها ناس كتيره دلوقتي ومدعمه، فده هيصعب المأمورية علينا، بس ده برضو زي ما هي قالت بيدينا دافع اكبر ان احنا نبقى حاطين ان احنا لازم نحافظ على اللي احنا وصلنا له، ده اصعب ان احنا نوصل لحاجه، ده ممكن يبقى اسهل شويه بس المحافظه عليه فعلا الموضوع بيكون صعب، لانه بيني وبينك يعني انت تبدا الـ 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 التمرين علشان تفوز باربع بطولات وتبقى حاطط في دماغك اربع بطولات، الموضوع بيبقى صعب جدا يعني في ظل ان كل جمهور النادي الاهلي دلوقتي اصبحت الطائره
كرة الطائرة سيدات ناس كتيرة جدا بتتفرج عليها. أعتقد الأمور اختلفت دلوقتي عن زمان شوية. أكيد أكيد دلوقتي بقى الناس كلها متابعة، الناس كلها عارفة، بالذات مستوى أهلي والزمالك. يعني بتلاحظي ده في الشارع وانتوا ماشيين؟ أكيد أكيد على طول احنا ماشيين ناس مبروك على الماتش، مبروك، أكيد تضايق الناس مضايقة إن احنا خسرنا أفريقيا. صحيح. فدي طبعا حاجة كويسة إن الناس كلها بقت عارفة احنا بنعمل إيه، لعبتنا بقت بالذات طايرة نساء يعني بقت معروفة والناس كلها بتتفرج عليها، فدي حاجة كويسة حافزتنا إن احنا دايما عايزين نساعدهم إن احنا نبذل أقصى جهد عندنا إن الجمهور دايما يبقى مبسوط. فدي حاجه طبعا كويس. بتتبسطوا لما الناس بقى بتقف معاكم غير الاول يعني مثلا، ولا شايفين ان ده بيدخل في خصوصياتكم شويه؟ لا لا طبعا عادي، يعني الموضوع مش بيضايقنا طبعا عادي. okay. يعني ده بالعكس حاجه تبسطنا ان في ناس بقت متابعه، بقت بتتفرج على الماتشات، بقت بتشجعنا، بقت على طول. ان لا يعني الموضوع مش بيضايقنا خالص، بالعكس يعني بيبقى لذيذ تصور معاهم عادي. هي نفس السؤال، لانه يعني في الرجاله الموضوع بيبقى بسيط مش قصه، لكن في السيدات ممكن يبقى مختلف شويه. لا احنا طبعا دي حاجه بتبسطنا قوي، بس هي برضو في حاجه احنا يمكن لما بيحصل اي هزيمه احنا بنتاثر جدا وبنفكر فيهم برضو، هم مش بيبقوا فاهمين حاجه زي او مش مستوعبين ان احنا برضو بجد. يعني في موقف حصل معانا انا وساره بعد ما خسرنا افريقيا بكام يوم، يعني رحنا ناكل في مكان وهو طلع اتفرج على الماتش، كنا مكسوفين ان احنا نتقابل، يعني هو احنا لسه كنا قاعدين، احنا كنا ممكن نفضل قاعدين اللي هو احنا عارفين ان احنا زعلانهم، بيأثر فينا جدا ان احنا بنزعل الجمهور ده، هو دايما بيبقى في ظهرنا ومعانا، فبنبقى دايما نفسنا ان احنا نساعده. يعني وقت الهزيمه دي بالنسبه لي بتبقى اصعب حاجه ان هم يزعلوا يعني، لكن هم معانا دايما بيساندونا في المكسب وكده، بالعكس بنبقى مبسوطين جدا يعني. طيب احلامكم بقى في السنه اللي جايه ايه؟ طبعا اكيد احنا هنحقق كل البطولات. افريقيا طبعا اول هدفنا ان احنا طبعا نرجع افريقيا تاني للنادي، دوري وكاس سوبر ان شاء الله كل البطولات. اكيد هنبذل اقصى جهدنا واكتر، يعني احنا السيزون فات فعلا كنا بنتمرن كويس قوي وبادين جهد جامد قوي، بس السيزون ده محتاجين جهد اكبر عشان طبعا الفرق دعمت نفسها اكتر، فالمأموريه بقت اصعب من الاول. طبعا عندنا احلام وطموحات كبيره يعني السيزون الجاي، فمحتاجه مجهود كبير مننا ان شاء الله. ساره نكسب برضو الاربع بطولات، تأهل كاس عالم، تأهل كاس عالم ان شاء الله ان شاء الله. وده حلمنا طبعا في الاهلي ان احنا ما نخسرش اي بطوله ونرفع كاس كل البطولات يعني ان شاء الله. وبس ان شاء الله يعني. ايه زي ما هم قالوا يعني يمكن كلنا بنبتدي بافريقيا عشان هي دي اللي خسرناها برضو. احنا تقريبا في 2018 او 2017 الاهلي خسر برضو افريقيا. احنا فضلنا من الماتش بتاع الفاينل بتاع افريقيا ده لغايه افريقيا اللي بعديها احنا نفسنا البطوله دي تيجي عشان احنا نفسنا نكسبها. فطبعا عشان كده كلنا بنقول افريقيا اول حاجه، وان شاء الله بجد نروح بقى كاس العالم وان شاء الله برضو نكسب الثلاث بطولات التانية. يا رب دايما افراح، ويا رب دايما بطولات، ويا رب افريقيا ترجع وتعود مره اخرى للنادي الاهلي، ويا رب ان شاء الله انا يعود النادي الاهلي مره اخرى الى كاس العالم للانديه، ويظل النادي الاهلي دائما هو نادي القمه. النادي الاهلي ما بينساش وعوده، الاهلي ما بينساش جماهيره، النادي الاهلي ما ينساش مبادئه وتاريخه السابق، هو ده النادي الاهلي. سلمة بعدها سلمة بيقول الاهلي السما، ودي اسمه فوق الكل وعلي، ودولاب بطولات عمال يتملي يتشرف اللي اتمى. سلمة بعدها سلمة بيطول الاهلي السما، ودي اسمه فوق الكل وعلي، ودولاب بطولات عمال يتملي يتشرف اللي انتمى. الاهلي القمة اسم على مسمى، اهلي وفي دمي بتشجيع وبتبالى، هتزيد وتعلي احسب لي وقول لي في السنة شوف كام بطولة حقق.
بعدها مرحلة والرجالة مكملة ده محلي وقري عالمي وقدرنا نعدي بعيد عن أي مقارنة ومنتهي المسألة مرحلة بعدها مرحلة والرجالة مكملة ده محلي وقري عالمي وقدرنا نعدي بعيد عن أي مقارنة ومنتهي المسألة الأهلي القمة اسمع لمسمى أهلي وفي دمي بتشجيع وبتباهى هتزيد وتعلي أحسب لي وقولي لسه هشوف كام بطولة حققناها إنجاز بالكود الدفع والكل بحب اندفع فكر وخطة وتكتيك ودراسة نتيجته دباسة نشاطها رصاصة معانا الكاس اترفع انجاز بالجهد الدفع والكل بحب اندفع فكر وخطة وتكتيك ودراسة نتيجته دباسة نشاطها رصاصة معانا الكاس اترفع الأهل القمة اسمع لمسمى تعلي احسب لي وقول لي لسه نشوف كام بطولة حققناها اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين وجينا للحظه الاحتفال مع فتيات الذهب فتيات الذهب للنادي الاهلي وفوزهم بثلاث بطولات الحقيقه من اصل اربع بطولات وبالتالي يستحققنا صح مش حاجه غلط يستحقوا كل التكريم وكل التحيه شكرا ليهم مره ثانيه ومن خلال شاشتكم شاشه قناه النادي الاهلي بنبارك لكم الف الف مبروك ان شاء الله السنه الجايه نتبسط مع بعض ويبقى اربع بطولات ونقدر نفوز بكل البطولات اتفضل اقطعوا بقى مع بعض كده اتفضلي يا ايه انا وراكم كده اتفضلي يلا ايوه خليكم في النص عدوا في النص كده كده خلاص تشك ليكم جدا وسعداء جدا بوجودكم معانا وشرفتونا وسعداء مره ثانيه بوجودكم معانا كاميرا اثنين قدام حضراتكم اي واحده في حضراتكم عايزه تقول حاجه للجمهور اتفضلي يا سعداء طبعا بنوعد الجمهور السنه الجايه ان شاء الله بالرباعيه ونفرح كل الناس وان شاء الله نبقى قد المسؤوليه ونرفع الكؤوس كلها ان شاء الله السنه الجايه طبعا انا بشكرهم دايما على دعمهم لينا وان شاء الله بجد احنا هنعمل كل اللي في ايدينا ونقدر عليه لان ان شاء الله يعني السنه الجايه تبقى البطولات كلها في النادي الاهلي ويبقى ان شاء الله محتل كل البطولات باذن الله ان شاء الله يا خالد اكيد طبعا بنوعدهم ان احنا السيزون الجاي هنبذل اقصى جهدنا ان شاء الله نحقق كل البطولات واكيد بنشكرهم على كل وقفتهم جنبنا السيزون اللي فات وكل دايما هم واقفين جنبنا في المكسب والخساره فشكرا ليهم قوي يظل دائما الجمهور النادي الاهلي هو المساند والداعم الاول لكل فرق النادي الاهلي في كل البطولات انا بشكركم شكرا جزيلا كانت احتفاليه بسيطه تستحقوا احسن من كده بكتير ان شاء الله السنه الجايه نحتفل مع بعض اكتر شكرا جزيلا هطلع فاصل وبعد هذا الفاصل ايمن جلبرتو واحمد ثابت كلام مهم عن منتخب مصر ومباراه اليوم امام منتخب غينيا الاهلي القمه اسمع لمسمى أهلي وفي دمي بتشجيع وبتباهى اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين خلوني ارحب بضيوفي وضيوف حضراتكم في هذه الفقره احمد ثابت ازيك يا ابو حميد الحمد لله بارك الله كله تمام لله. ايضا ايمن جلبرتو ازيك يا ايمن ازيك يا ابو كمال اخباركم ايه كله تمام كله كويس الحمد لله طيب خلينا نتكلم عن رايكم بشكل عام في اداء منتخبنا الوطني النهارده بشكل عام هي النتيجه مقبوله اوكي كنتيجه يعني وحظنا حلو كمان ان لسه مباراه سيراليون وبوركينا انتهت بتعادل 2-2 2-0 للبوركينا ثم وبعد كده عودة ريمونتادا كبيرة لسيراليون فحتى لما نستعرض ترتيب المجموعة هتلاقي ان موقف مصر بقى كويس جدا اوكي جدا احنا نعتبر بصراحة في اسهل مجموعة في التصفيات هي ومجموعة المغرب بس مجموعة مصر هي الاسهل
لو جبنا الجدول اهو قدامنا كده، مصر دلوقتي بعد 4 جولات مصر الاول في الصداره، 3 فوز وتعادل وبلا اي هزيمه، 10 نقط. تحتك غينيا بيساو اللي هي كانت اللي بتلعبك النهارده، 6 نقط. ايوه. بعد كده بوركينا اللي اتعادلت بقت 5 نقط، سيراليون بقت 5، واثيوبيا 3، وجيبوتي نقطه. ما حصلش حاجه يعني، كل واحد زاد نقطه، كل واحد زاد فده. بس انت برضو بتلعب بره ملعبك. صحيح. انت بتلعب. ميزه كابتن اسلام ان انت مثلا وقفت بوركينا، غينيا بيساو كمان في المباراه اللي فاتت اتعادلت ما كسبتش، ما حدش استغل تعثر مصر. يعني احنا خدنا 4 نقط. صحيح. بوركينا خدت نقطه في الماتشين دول، خدت نقطه. غينيا بيساو في الماتشين دول خدت نقطتين. فبرضه متيسره. فانت عندك كمان اما تشوف جدول الماتشات اللي جاي لمنتخب مصر، يعني فرص صعود مصر دلوقتي ايه؟ انت دلوقتي فرق 4 نقط عن غينيا، وفرق 5 نقط عن بوركينا اللي هم اقوى فرقتين في المجموعه. مظبوط. مصر عندها الماتش الجاي مع اثيوبيا يوم 17/3 السنه الجايه في مارس اللي جاي. اثيوبيا طبعا بتلعب فين؟ بتلعب بره ملعبها، بتلعب في المغرب اثيوبيا. وبعد كده عندنا سيراليون واثيوبيا في مصر تاني. فانت عندك 3 ماتشات ورا بعض ان شاء الله لو قدرت تكسب اثيوبيا وسيراليون واثيوبيا قبل ما تروح تقابل بوركينا، اعتقد ان هي ان انت تبقى حسمت الصداره. يعني كنا نتمنى اكيد نكسب النهارده، لو كان الفوز النهارده كنت خلاص زمانتك قطعت تذكره المونديال. أيوه. تذكره التاشيره او تذكره الطياره. انت هيبقى كنت هتبقى 12 وغينيا بيساو 6، يبقى الفرق 6 نقط. لا، غينيا بيساو كانت هتبقى 5 بقى. وغينيا بيساو كانت هتبقى 5، يبقى 5، يبقى فرق 7 نقط. بالزبط. فانت كان زمانتك خلاص يعني تعتبر ضمنت الصعود يعني. ايوه. يعني برضه نقدر نقول النتيجه بالسيناريوهات المجموعه مقبوله. طبعا انا من وجهه نظري المنافس في المتناول، في اوقات اخرى وفي مناسبات اخرى مع مدربين اخرين لو كان المباراه انتهت بالتعادل كابتن حسام وكابتن ابراهيم نفسهم لو هم اللي بيحللوا كانوا هيبقوا متضايقين من التعادل، ولكن هم دلوقتي في المطبخ فبرضه هم شايفين الظروف وعارفين اللعيبه والاجواء والدنيا، فالنتيجه مقبوله. في الاخر ما خسرناش، اتعادلنا، كنا نقدر نكسب سواء بالفرص او يعني الفرص حتى في خلال المباراه. محمد صلاح في كورتين غير كره الهدف، كان في كوره لامام عاشور، فالنهارده اتكلم مثلا في 3 فرص غير الهدف، غينيا بيساو هي كوره واحده اللي راحب بيها يعتبر حطيتها جون. فاحنا كنا اقرب، كنا نقدر نكسب، ولكن هنقول ان النتيجه مقبوله لان في الاخر انت برضو متصدر بفارق بعيد، الامور سهله. انا بس وجهه نظري، واتمنى ان يعني لو كابتن حسام وكابتن ابراهيم سمعوها يتقبلوها، الموضوع سهل، الموضوع بسيط، مش محتاج خالص تنشنه، مش محتاج خالص تصريحات قويه، مش محتاج خالص ان يتقال الناس ما بتساندش، الناس بتهاجم، اصل احنا الناس البسيطه. لا، اكيد الناس محدش هيقف ضد مصلحه منتخب مصر، اكيد الناس مش هتشجع منتخب مصر، والا لو كان في مدربين تانيين وكان وقتها وانتوا بتحللوا بتتكلموا فنيا في المشاكل والاخطاء كان وقتها نقدر نختلف. صح، بالظبط، كان الامر، وده كان قريب يعني، احنا قريب كنا في كاس الامم كان في انتقادات، من حق كل واحد يقول. بالظبط. على فكره كابتن حسام وكابتن ما عندهمش مشكله، يعني اللي انا اعرفه عنهم وبصلتي القريبه منهم الفتره اللي فاتت انه لا ما عندهمش مشكله، اللي عايز يقول حاجه يقولها. بالظبط. طالما في اطار النقد الفني يعني. يعني انا اقصد ان هم ما يحسوش. على فكره ده العادي لاي حد، ده العادي. لا انا قصدي ايه يا كابتن اسلام، انا مش هم يعني، انا لو مكانهم انا ليه اصدر لنفسي ضغط او احط على نفسي ضغوط او اقول الامور ده؟ بالعكس، ده الامور سهله جدا والامور طيبه. انا اشد لعبتي وان الكره فيها كل حاجه، وبنشوف نيجيريا بتخسر، وبنشوف الجزائر الجوله اللي فاتت كان عندها مشكله والجوله دي كان ممكن تخسر وكسبت. يعني الكوره طبعا فيها كل حاجه، ولكن طالما الدنيا سهله وماشيه والناس بتتعادل كله بيمشي، فالدنيا سهله، خليها الدنيا سهله، عشان هو في الاخر هيتكتب لك انت ككابتن حسام ان انت كنت لعيب صعدت كاس عالم، وانت مدرب صعدت كاس عالم، في لعيبه في كتير في الجيل الحالي هيكتب لها في تاريخها ان هم لعبوا كاس عالم مرتين. فالنهارده الامور سهله، فيا ريت ناخدها كلنا بالسهوله بتاعتها بالبساطه، وان احنا منتخب مصر بعيد قوي عن كل المنتخبات تصنيفا وقيمه سوقيه ولعيبه وكل حاجه، احنا بعيد قوي عن الفرق اللي معانا في المجموعه مع كامل الاحترام ليهم. زي ما ثابت بيقول، احنا سيراليون لما هجلنا هنا الموضوع المفروض سهل، اثيوبيا لما هجلنا هنا الموضوع سهل، حتى اثيوبيا انت مش هتروح عايز زي كابتن ايهاب جلاله تروح
اكسجين ومواعيد الماتشات والجو ده، هتلعبهم في المغرب في بلد بوركينا النهارده في الماتش ده، كانت بتلعب في مالي ما كانتش تلعب في بوركينا، فوارد ان انت لما تيجي تلعبها اصلا في المباراه الثانيه اللي هي على ارضها ما يبقاش في بوركينا فاسو اصلا، تروح تلعب في مكان الجمهور فيه دنيته بسيطه، محدش فيش حماس، فالامور سهله. نتمنى ان يعني ايه ما نصعبهاش على نفسنا. هل ساهمت تغييرات كابتن حسام في الشوط الثاني يا ثابت في العوده في المباراه؟ طبعا تغييرات النهارده كانت هايله عكس مباراه بوركينا، يمكن مباراه بوركينا الشوط الاول كنا هايلين قوي، الشوط الثاني ما كناش حلو وكنا وحشين. النهارده الشوط الاولاني كنا وحشين جدا، الشوط الثاني كويسين جدا، بدليل ان المحاولات الشوط الاول انت ما عملتش غير محاوله واحده، الشوط الثاني انت عامل 7 محاولات. خلينا نقول برضو ان منتخب غينيا لازم نكون عارفين ان في فرق كبير جدا ما بين مصر وما بين غينيا بيساو. غينيا بيساو مثلا قيمتها التسويه 23.6 مليون يورو، ترتيبها على العالم 116. مصر قيمتها التسويه 102.7 مليون يورو، ترتيب مصر على العالم 37. فانت 37 على العالم بيلعب 116 على العالم، فاكيد كان الافضل ان احنا نكسب. بالنسبه للكابتن حسام، نجيب حتى نبدا بالحالات على طول. كابتن حسام كان عنده فكره النهارده، انا عاجبني ان هو في يعني ايه يعني في افكار، في افكار مدرب عمال هو بيحاول بيجرب، حتى لو الناس بتنتقده بس هو رايح جاي. الماتش اللي فات عنده غياب محمد حمدي، فراح موظف تريزيجيه باك ليفت او ظهير جناح ناحيه الشمال ولعب بال5-3-2. الماتش ده بدا بال4-4-2، محمد الشناوي، محمد عبد المنعم ورامي ربيعه، محمد هاني ومحمد حمدي رجع. الاثنين اللي كانوا ارتكاز كلنا كنا متوقعين ان هو هيبدا يا بثلاثه يا اما باثنين وقدامهم واحد، هو فاجئنا ان اثنين ارتكاز صراح، حمدي فتحي ومروان عطيه، وناحيه اليمين كان زيزو، ناحيه الشمال تريزيجيه، ومحمد صلاح تحت مصطفى محمد، مش على خط واحد بس هي 4-4-2، محمد صلاح بيتاخر شويه. لو جبنا ان الشوط الاول كان اول ده الشكل العام، ادي ال 4-4-2 بتاعت الشوط الاول، ده كان فكره ان انا الاثنين اللي قدامها هم محمد صلاح ومصطفى محمد، ناحيه الشمال تريزيجيه وناحيه اليمين مين؟ زيزو. دي ال 4-4-2. هات الصوره اللي بعدها، هنا الشكل واضح قوي، 4-4-2، محمد صلاح جنب مصطفى محمد بتاع منتخب مصر، زي ما احنا شايفين الاربعه اللي في وسط الملعب، مروان عطيه وحمدي فتحي، صحيح. على اليمين زيزو وتريزيجيه. طب ايه المشكله؟ ايه اللي خلى منتخب مصر الشوط الاول يبقى شكله وحش في الكشكل كاداء؟ المشكله ان ما كانش في صانع العاب فعلي، كان وسط الملعب فاضي تماما. كابتن حسام كان معتمد على زي ما احنا شايفين كده، ده في مرحله البناء، يا حمدي فتحي ينزل يا اما مروان عطيه ينزل يرحل في الجبهه بتاعته فتبدا تعمل تمرير طولي، فكنت بتضطر ان انت شغال اسلوب لعب مباشر، وده مش لعب اسلوب، مش لعب منتخب مصر، ان انا اقعد ارمي تمريرات طوليه لقدام واحاول ان انا اعتمد على الكره الثانيه، لا صح. كان لازم ان انت تبقى مستحوذ، وكان في مساحه كبيره، حتى محمد صلاح الشوط الاول الناس كانت او كل الناس شايفه ان محمد صلاح ما كانش في مستواه. ليه؟ لان هو كان معزول عن الفرقه، كان في فجوه قويه جدا في وسط الملعب في المساحه اللي ما بين مروان عطيه وحمدي فتحي وما بين خط الهجوم. نكمل، هات الصوره اللي بعدها، هنا بص حضرتك، بص البناء، بص هنا مين اللي معاه الكوره، حمدي فتحي نازل يستلم، بص وسط الملعب فاضي فاضي خالص، مفيش حد ينزل ياخد الكوره ويحرك الدنيا عند الخط الامامي، عند يبدا يحرك زمايله. كمل هنا برضو، بص حضرتك قد ايه، بص محمد صلاح فين. محمد صلاح هو بيحاول في الهاف سبيس، زيزو يخش وتريزيجيه يخش في عمق الملعب ومحمد صلاح بيبقى تحت مصطفى، ولكن كانت كلها مع طبعا مع الرطوبه، مع ان انت بتلعب في ملعب ارضيه ملعب مش احسن حاجه، برضو مروان عطيه اتكلم عليها ان ارضيه الملعب ما كانتش حلوه، ولكن كل ده برضو ما ساعدكش ان انت كنت لازم تلعب على الاستحواذ اكتر. فكمل، هات اللي بعدها، نفس الفكره، بص هنا الفجوه واضحه جدا في الدقيقه ده في اخر الشوط الاول، واضحه قوي، يعني ان انت عندك مشكله في وسط الملعب، ان المنتخب كان بيفتقد لصانع اللعب، وهل صحيح. توظيف محمد صلاح في المكان ده كان غير مفيد. محمد صلاح لما الشوط الثاني بقى ايه اللي حصل؟ حضرتك ممكن اضيف على حاجه واحده فضل. كابتن اسلام على كلام فضل. ثابت في الحته دي، ان ممكن فلسفه برضو كابتن حسام اتاثرت، لان مصطفى محمد يعني ممكن يكون كان عايز يعتمد على فكره الكره الثانيه. لا بس خلي بالك هو ما تاثرش، بدليل طبعا مع الفارق في المستوى اللي هو نزل نفس الشكل بتاع مصطفى، اللي ما نزلش شريف. ما نزلش شريف بالظبط يعني. بس اقصد ان اوفا
تقريبا ده ممكن يكون اول ماتش دولي ليه او حاجه زي كده بغض النظر، ولكن فلكن مصطفى محمد كان ممكن يطلع بالهيد يعمل الكره الثانيه، الامور صح. ممكن تكون ما ساعدتش في الحته دي، فعشان كده الشكل زي برضو ما ثابت بيقول ان هو كان عنده فكره وما فيش خالص في الشوط الاول. تعالى بقى الشوط الثاني، هنا الكابتن حسام تحسب له بقى زي ما احنا بننتقده بنشيد بالتغييرات. صحيح الماتش اللي فات التغييرات ما كانتش كويسه واتاخر في التغييرات، الماتش ده هايل في التغييرات، ليه؟ عمل افكار جديده وحلوه في الشوط الثاني 4 2 3 1 على طول. مين يقول ان المدرب هيفكر ان هو يلعب احمد سيد زيزو باك رايت؟ اه فدي تحسب للكابتن حسام وكانت هايله هايله منه. ليه؟ اه شفنا الحقيقه تغير هايله. احمد سيد زيزو عمل ماتش ممتاز النهارده. صحيح. معدل جري كويس جدا، وخاصه ارجع بس الصوره اللي قبلها، هنا بص هنا ال 4 2 3 1 نزول امام عاشور، وانا برضو بقول لاحد الاعلاميين اللي بيطلع دايما ينتقد امام عاشور وبرضو احد الصحفيين، يعني معايا تصريح ليه مثلا كتب على صفحته، كاتب ايه؟ حسام حسن عاقب امام عاشور باستبعاده من مواجهه غينيا بيساو بعد رفضه مصافحه الجهاز الفني بعد استبداله في مباراه بوركينا. طب فين الكلام ده؟ ما احنا شفنا امام نزل، والناس اللي بتقعد تتكلم على امام ان هو ملعبوش ومش ملعبوش، يعني انا مش عايز برضو اذكر اسماء، ولكن امام نزل الشوط الثاني قلب الماتش. طبعا يعني امام يا جماعه نزل الشوط الثاني، تحس ان الاثنين اللعيبه اللي اتقال في المنتخب محمد صلاح وامام عاشور في الشوط الثاني يليهم زيزو مثلا، يعني اللي هو اللعيب اللي تحس بخطوره في رجله. تريزيجيه اه كان مرهق شويه او ما كانش في حالته قوي، ولكن اللي كان تحس ان هو عنده لمسه امام وصلاح. صلاح اه الشوط الاول ما كانش موجود، لكن الشوط الثاني بيجي اللعيب زي صلاح ده ممكن بلمسه واحده تلاقيه بيجيب اجوان. صحيح. فمثلا يعني بنقول للصحفيين وبعض الاعلاميين اللي دايما مستقصدين امام عاشور منذ رحيله من نادي الزمالك وانتقاله للنادي الاهلي، يعني امام عاشور لعيب كبير وواحد من احسن اللعيبه في مصر. الاراء دي مش هتاثر فيه، واي مدرب هيضطر ان هو يلعب لعيب زي امام عاشور، فنتمنى البعد عن امام عاشور، لان احنا هنرصد هنا كل حاجه، يعني كل حاجه بتترصد. طبعا امام عاشور زي ما حضرتك شايف الضغط بقى الشوط الثاني، الضغط بتاعك اتحسن وده اللي فرق. انت برضو كان معلش برضو كابتن حسام في مباراه بوركينا عمل غلطه، ايه هي؟ ان هو بدا ضغط عالي طوال الماتش فجينا وقعنا بدنيا الشوط الثاني. الشوط ده الماتش ده احسن شويه ان هو نزل قسم الماتش، فكان في تقسيم في الضغط، خاصه ان انت بتلعب في اجواء زي ده وملعب صعب. بص هنا الضغط، هنا الضغط بمحمد صلاح وقفة اللي هم الاثنين اللي قدام مع الاثنين المساكين، وامام عاشور هو اللي صنع العاب، وواحد ناحيه اليمين وواحد الشمال. فهنا الشوط الثاني لا تدخل بالتغييرات بصوره ممتازه، حتى لما نزل ناصر ماهر، يعني لما ودى زيزو انا عجبني بصراحه تغييره ان هو ودى زيزو ناحيه اليمين ولعب ناحيه اليمين كان هايل جدا. تغييره برضو امام عاشور نزل قلب الماتش، ناصر ماهر زي ما بنشيد بلعيبه الاهلي برضو لعيبه الزمالك عملوا ماتش كويس، سواء زيزو او ناصر ماهر برضو لما نزل حسينا ان هو برضو فرق وعمل، وكان ممكن يبقى فيه اسيست، كانت الناس كلها هتشيد بتغييرات كابتن حسام لو ناصر ماهر كره صلاح دي كانت جت في الاخر، كل الناس كانت هتشيد بالكابتن حسام. فهنا لازم نديله حقه، زي ما بنقول ان هو بدا مش كويس او الشوط الاول ما كناش موفقين، الا ان التغييرات كانت كويسه. الماتش اللي فات تغييرات الكابتن حسام ما كانتش حلوه في ماتش بوركينا، الماتش ده حلو. طيب برضو ايمن، يعني هل من الممكن ان نحمل شخص واحد فقط هدف المباراه اللي دخل فينا؟ اكيد لا، يعني برضو فعلا كان ناس كتير بتتكلم عن رامي ربيعه تحديدا، خصوصا بالاسم عشان الجون، اللقطه الاخيره بتفرق ان التشتيته كانت من قدم رامي ربيعه، ولكن الهدف اجمالا لا مش غلطه رامي ربيعه لوحده. يعني لو هنستعرض بالحالات يا كابتن اسلام او يعني الصور، حاله الهدف الغلطه من اول يعني من التلت الهجومي بتاعنا، بص هنا ده الجزء الدفاعي، الراجل طالع بالكوره يا كابتن اسلام من نص ملعبه كده زي ما بنقول، كانت ضربه ركنيه. يعني نرجع معلش الفريم الاولاني مره كمان، اللي هو الكره اللي في نص الملعب، معلش نرجع الصوره كمان. ايوه هتلاقي، لا الصوره اللي قبليها اللي واحده كمان، الصوره الاولى. ايوه بالظبط، بص هنا يا كابتن اسلام الراجل خد الكوره ودي 47 ثانيه 10 ثواني سرح بيها مع نفسه. صحيح. راح هناك بص ووصل من هنا لحد الصوره الثانيه لوحده خالص من غير ما حد بيقابله، لحد ما الكره دي طلعت من رجله، هو ده نفس اللعيب اللي خدها. صحيح. وراح بيها ومحدش بيقابل ومحدش خالص. وبص انا في كام لعيب من منتخب مصر؟ 1 2 3 4 5
وهنا اللعيبه اللي هتكمل الهجمه من غينيا اثنين، لان الثالث ده حتى اللي في ناحيه الشمال بتاعته ناحيه اليمين بتاعتهم هيخرج بره اللعب. اهو بص يا كابتن اسلام، ده الفريم الثالث لهجمه الهدف. صحيح. واحد معاه الكوره، ادي فيه خمس لعيبه من منتخب مصر مقابل اثنين لعيبه بس من غينيا بيساو في الهجمه، بمع احترامي طبعا لقدرات غينيا بيساو، ولكن قدراتهم اقل بكتير من ان هم باثنين لعيبه بس يشكلوا خطوره. صح. النهارده ده خطا في الضغط، خطا في التمركز، الراجل بعد كده بيلعب الكوره للراجل. عارف انا في الحاجات اللي زي دي قبل ما تكمل وكده، محمد حمدي داخل غلط جدا، لكن عارف انا هعمل ايه وهو بيلعبها؟ هاخد خطوه لبره عشان يقع في التسلل. بالظبط، يعني انا بقول عشان كده صح يعني حضرتك النهارده. هي انا من وجهه نظري برضه هي فاول على لاعب نادي على لاعب منتخب لما بس قصدي كابتن اسلام يعني دي او الحته الاولانيه دي وجهه نظر مهمه جدا، لان انت لازم كلاعب بخبراتك تبقى ذكي. هو لسه بالظبط ارجع خطوه، يعني ارجع صح خطوه خلاص هو بقى اوف سايد. بالظبط كده. فهنكمل كمل الفريم اللعبه اللي بعد كده. بعد كده بص خلاص هو راح مع محمد حمدي وزقوا رامي ربيعه طبعا بيشتتها. أيوة. خبطت رجعت برده. بص يا كابتن اسلام الراجل اللي شاط الكوره واخد متحرك من مكانه لوقعه. بص هو بص كان فين يا كابتن اسلام اللي هتروح له الكوره بقى بتاعه الجون، واقف في مكانه في اتنين لعيبه وراه وفي لعيب ده مروان عطيه اعتقد في ال 18، مفيش اي حد بيغطي مفيش اي حد راح. الراجل الكوره راحت له بكل سهوله. صحيح. وكل ده وحط الهدف. فالنهارده تحمل الهدف هو للعيبه المنتخب كلهم. رامي ربيعه واحد من الافراد اللي غلطوا في هدف منتخب مصر. طبعا التشتيته لان هي اخر لقطه هي اللي بتتبروز طبعا. صحيح. وده طبيعي، ولكن برضو التحامل بزياده عليه. صح. ده غلط. صح. ما ينفعش. ممكن ارجع في حته برضو كابتن اسلام عشان نقفلها مع ثابت في حته الارقام. طبعا ثابت ابرز بالصور ان احنا عملنا شكل كويس. بص بقى بالاحصائيات هنا هتبين لك الارقام ساعات بتبين لك ايه، تقول لك ده انت كان ممكن تبقى احسن من كده اصلا. يعني بيني وبينك مش عايزين نتكلم في احسن من كده، لانه اللي احنا شفناه النهارده احنا خلينا نقول ان احنا الشوط الثاني افضل. افضل بس كابتن اسلام يعني، لكن احنا مع فرق المستويات بين المنتخبين مستوى كبير جدا. يعني لازم كنت تطلع يعني لازم طريقه منتخب مصر افضل. يعني بص هنا مثلا ده الاستحواذ للشوط الاول. بص مصر وغينيا بيساو. بص الشوط الاول واحنا بنلعب بره ملعبك 64-36%، الشوط الثاني 78%-22%، طبعا النسبه الاجمالي 71-29. فرق كبير جدا على ان انت 64% استحواذ في الشوط الاول، عملت محاوله واحده على المرمى. صحيح. هنا انت الشكل اللي انت كنت نازل بيه يعني انت استحوذت، بس ايه الشكل؟ ثابت بيقول لك هو كان كابتن حسام مثلا كان عامل فكره عايز بيلعب لونج باس بطريقه معينه ما وفقش، بس طب فين بلان بي اللي كانت عندك الشوط الاول عشان تستغل هذا الاستحواذ لصالحك؟ الشوط الثاني انت برضو الامور كانت افضل، لان انت عملت تغييرات طبعا لعيب زي وجود لعيب زي امام عاشور، محمد صلاح كان في حاله افضل بكتير الحته بتاعت زيزو، فهي الخطوره كلها لمنتخب مصر كانت من عند الثلاثي ده. بيتحركوا صلاح فرصه ضيعها قبليها امام عاشور الشوطه اللي شاطها بشماله وكانت يا دوب على العارضه، بعد كده صلاح سجل الهدف لحد الفرصه بعد كده بتاعت ناصر ماهر ومحمد صلاح في الاخر. في رقم تاني برضو اللي بعديها كابتن اسلام في المحاولات على المرمى. المحاولات على المرمى بص الشوط الاول واحد منتخب مصر كمحاولات على المرمى، الشوط الثاني انت عملت 7 محاولات على المرمى وسجلت هدف. بص غينيا بيساو بوريك فرق التواضع في المستقبل، فرق كبير. عملوا محاولتين جابوا هدف الشوط الثاني وهم مش موجودين، لان ممكن في وضع زي ده ولو منتخب شويه. صحيح. قوي او عنده حاجه يعمل. صحيح. ايه يستغل ان انت ماسك الكره وبتهاجم ياخدك يعمل معاك مرتده يخلصك الدنيا. احنا الشوط الثاني مش اقل من او متوسط، مش هقول اقل متوسط جدا او ضعيف. فالنهارده دي فرصه للكابتن حسام حسن. صحيح. ان هو يستمع للناس، مش لازم احنا ناس برضه على باب الله كده ما لعبناش كوره، عشان في ناس ساعات بتزعل من الحته دي يا كابتن اسلام. احنا بس بس في ناس بتزعل، احنا بنرصد حاجات من اللي احنا اتعلمناه وذاكرناه، لكن انت بص تاني على الماتشات دي هتلاقي نفسك ان فرصه تعمل تاريخ وتخلي الشكل اللي انت كنت بتحلله وعايز تشوف عليه المنتخب، انت تقدر دلوقتي عندك فرصه في مجموعه زي دي تعمل افكار، خصوصا ان انت خدت اللعيبه بدري. فالنهارده انت عندك الفرص ان انت تصحح الدفاعات بتاعتك، ما ينفعش في ماتشين تستقبل هدفين. فالنهارده اخطاء دفاعيه موجوده، يبقى التمركز، يبقى هنا في مشكله. في الماتش بوركينا الشوط الثاني وقعت خالص، هنا انت في ماتش غينيا ابتديت تحسن. فالتفاوت ده انت لازم النهارده تقعد تحلل، لان التوقف الجاي لسه بعيد تقدر. صحيح. من خلاله ان انت تحسن امورك وتظهر بشكل افضل، وفرصه تكتب لنفسك تاريخ
هو اتقال لك اتفضل يا كابتن حسام اكتب التاريخ ما تصعبهاش. مفيش والله العظيم اي حد فينا كان بيتمنى يكون في هذا الموقف. ليه؟ لان فرصه. في نقطه كمان دلوقتي، ازاي تصفيات كاس العالم لقاره افريقيا فاش فار؟ زي برضو انا كنت هسالك السؤال اللي جاي. هو يا جماعه في حاجه في التاريخ في الدنيا في الحياه اسمها ان انا العب دوري ابطال افريقيا بجزء منه الاهم يعني بالفار واجي في تصفيات كاس العالم في القاره الافريقيه في القاره الافريقيه ومفيش فار؟ انا بصراحه مندهش تماما للي بيحصل. حاجه غريبه جدا يعني، زي قصه دوري ابطال افريقيا، انت في دور المجموعات مفيش فار، بعد صحيح. كده من دور الثمانيه لغايه النهائي في فار. هيقولوا ان في بعض الدول مش هيبقى متوفر فيها، بس انت خلاص انت بقيت بتحدد ملاعب معينه، يعني مثلا اثيوبيا ما هي بتلعب في المغرب، بوركينا فاسو لعبت ماتش في مراكش وماتش في مالي. صحيح. فانت يعني خلاص انت بقيت منظم ان كل دوله لازم يكون في مواصفات معينه في الملعب، يعني ما فيش حجه لوجود الفار. مش ممكن يا جماعه الواحد بيشوف حاجات غريبه خاصه جداً. ان ده حلم بلد كامله. فحرام تضيع حلم بلد كامله وكره القدم طبعا. وكره القدم بقت صناعه في اي دوله دلوقتي. مزبوط. لما مزبوط. بيتواجد اسمك في كاس العالم اسم الدوله كمان بيزيد. كره القدم بقت صناعه، فلازم الاتحاد الافريقي يراجع الامر ده، لان الامر ده صعب حتى لو يدخلوها بعد كده في الجوله اللي بعد كده. طيب طبعا انا معاك مليون في الميه في هذا الكلام. في برضه نقطه كمان للكابتن حسام. الكابتن حسام زي ما انتقدناه وزي ما اشدنا بيه، في نقطه برضه انا عايز اتكلم فيها. تصريحاته بصراحه عليها نقاط، يعني انا شايف ان الكابتن حسام محتاج يعين متحدث رسمي لمنتخب مصر. كابتن ابراهيم لا يعني كابتن ابراهيم خليها كابتن حسام. خليها كابتن حسام. شفت اللي كانوا جايبين فيديو ان هم الاثنين بيعملوا كده البصل؟ بصراحه هم يعني هم مش بيتقبلوا النقد قوي. هم عايزين مش طبيعي في الاخر هم حبايب يعني. هو طبيعي ان انت احنا بنتكلم فني وبتتكلم مثلا ان انت الشوط الاول رحت محاوله، الشوط الثاني رحت 7 محاولات. فانا بشوف ان بعض احيانا بيبقى في بعض الكلام بيطلع ما بيبقاش موفق قوي، زي برضو كان قبل المعسكر ده كان مثلا ان ما فيش لعيبه في الدوري المصري ناخدها. في تصريحات ما ينفعش تتقال. طب هو نجح كابتن حسام في هذه المرحله لغايه التوقف بتاع شهر سبتمبر؟ هو لغايه دلوقتي على الاقل 7.5 أو 8 من 10. هو كان ياخد ال10 لو كسب الماتشين بس طبعًا. انت لغايه دلوقتي النتيجه ساعدته ان هو ياخد 7.5 أو 7، بس كاداء نقدر نقف عندها شويه. لان خاصه ان انت الفرق اللي معاك مش قويه قوي بمنتهى الصراحه. بوركينا مش بنفس قوه بوركينا بتاعت سنتين ثلاثه او بتاعت زمان، وغينيا بيساو ما فيهاش غير لاعب واحد بيلعب في الدوري الفرنسي والباقي كله مش يعني لعيبه مش قويه يعني لعيبه. فمحتاج بصراحه يعالج بس النقط دي. يعني حتى لو استعرضنا الارقام يا كابتن اسلام الموضوع بسيط، يعني لعبنا ماتشين وديين ولعبنا ماتشين رسميين مع كابتن حسام. هو كسب مباراتين، ماتش ودي وماتش رسمي، اتعادل في ماتش، خسر ماتش، سجل 6 أهداف واستقبل 6 أهداف منهم 4 طبعا من منتخب زي كرواتيا. ولكن في الاخر ما ينفعش زي ما قلنا، يعني ماتشين بوركينا وماتش غينيا انت الاهداف واضح جدا ان هي شغل فني، يعني ده شغل فني. انا ما بعتقدش ان يعني في اهداف تقول ايه دي هفوه في بيبان، لكن في اهداف احنا بنتكلم في هدفين من وقفات لعيبه. زي احنا مع حضرتك كابتن اسلام عشان برضو بنتكلم السنه اللي فاتت النادي الاهلي دخل فيه مثلا على مدار الموسم كله في الدوري 7-8 أهداف. اتكلمنا هنا واحنا في البيت الكبير ان النادي الاهلي مثلا في الدوري الموسم ده دخل فيه معدل كبير من الاهداف، ده اسبابه 1-2-3. فهمت. ممكن يبقى سبب في جزء منه فني ان انت ما بتقدرش تلحق تمرر لعيبتك، في كمان جزء منه تركيز اللعيبه. مش ان انت مش كل ماتش هيخش فيك هدف من هفوه ان لعيب واحد مثلا صحيح. سرح، لا انت وقفتك فيها. لكن فلاعيبه منتخب مصر دخل فيهم هدفين وانت واخد اللعيبه بدري شويه عشان تجهزهم لافكارك، فانت الهدفين دول لا من اخطاء واضحه. فالنهارده انا من وجهه نظري على الورق نجح، يعني على الورق انت ناجح. ليه؟ انت كسبت في الرسميه، كسبت ماتش، تعادلت ماتش بره ملعبك، ما اقدرش اقول ان انت فشلت في المهمه. ناجح ايه؟ النجاح ايه؟ يرفع ايده. بالظبط. فانت ناجح، لكن على مستوى الاداء او ما كان يطمح ليه الجمهور المصري مع كابتن حسام في اول الفترات دي انا شايف ان لا لسه. طيب عندنا محمد صلاح على الرغم من كل ما اثير على وجوده في المنتخب، ولكن انا بشوف ان اداؤه جيد، اداؤه على الورق. يرفع ايده برضه.
ناجح ناجح يعني. لا محمد صلاح برضو في الماتشين راجل صنع صحيح. هدف في المباراه الاولى غير كده يا جماعه بالظبط يعني بيقعد. انا شايف ان حتى الماتش النهارده الشوط الثاني محمد صلاح مختلف تماما. بيسجل هدف، ضيع فرصتين مثلا محققتين صحيح. كان نقدر كمان نكسب بيهم، موجود في الملعب لاخر المباراه. يعني الامور لازم تبقى اهدى طبعا. قبل كده احنا كنا بنتكلم على ان في يعني في جاي على تصريحات سابقه خلاف الناس بتتكلم، لا مين الهداف التاريخي صلاح الاهداف. القصه دي تمام خلصنا منها يعني، خلاص خلصنا منها. لكن فعلا صلاح انا من وجهه نظري في المباراتين دول ادى ما يمكن ان يؤديه. في الاخر الحاله لو بيبقى في دروب بيبقى دروب جماعي ما بيبقاش دروب فردي. فاللي كان ظاهر في ماتش بوركينا ان هو دروب جماعي للمنتخب، فمش ما نقدرش نحمله صلاح لوحده. في مباراه غينيا بيساوي الشوط الثاني الامور كانت افضل، ولو صلاح كمان استمر على كده اكتر واكتر هيبقى فرصه ان هو بيكتب طيب. تاريخ مع المنتخب. فلا اعتقد ان الامور افضل يعني. احنا انا عايز اتكلم معاكم في حاجتين انتوا الاثنين. الحاجه الاولى وهي تصريحات انشيلوتي النهارده والتقليل من كاس العالم بعد كده واهميه كاس العالم والكلام ده كله. اما الموضوع الثاني دكتور استاذ احمد النائب احمد دياب هتكلم معاكم فيه، ولكن خلينا نبدا بتصريحات انشيلوتي يا احمد. تصريحات انشيلوتي النهارده يمكن كلنا اتفاجئنا الصبح بالتصريحات بتاعت انشيلوتي. يا ريت لو نستعرض التصريحات هنلاقي ان هو يمكن قال بعد رجع نفاه. هو قال ان الريال مش هيلعب في كاس العالم للانديه. ليه؟ بسبب ايه؟ ان بسبب ان هو برضو ده نوع من الضغط على الفيفا بحيث ان هم يدوا للريال فلوس من الاخر. يعني هو قال ان المباراه الواحده لريال مدريد بتساوي 20 مليون يورو. هم عايزين نلعب بطوله كامله، عايزين نلعب بطوله كامله بال 20 مليون يورو. فهو واضح ان هو بيضغطوا على الفيفا عشان خاطر الريال يرفع المقابل المادي اللي هياخده في البطوله. اوكي. فطبعا ده لو احنا خدنا النادي الاهلي لو اخد في البطوله كلها 20 مليون يورو هتبقى رقم كويس جدا. هنطلع نطبل نقعد نغني ونفرح لا بس طبعا النادي الاهلي برضو خلي بالك دايما نظرته نظره مستقبليه، وهو عارف ان ال 20 مليون يورو دول ولا حاجه. ولا حاجه. طيب نكمل في اللي بعد كده. وبعد كده برضو طلع ان برشلونه هيخش مكان الريال. فراح الريال بعدها مطلع بيان بيان رسمي ان هو هيشارك في كاس العالم. ليه التقليل من هذه البطوله دلوقتي يا ايمن؟ دي حتتي بقى. انا ساكت انا بس. لا فعلا كابتن اسلام حاجه غريبه جدا على مدار بالظبط انت بتتكلم 6-7 ساعات ابتدت الناس ايه تاخدك في سكه. ايوه بطوله اي كلام، دي بطوله شرفيه، الريال مش هيشارك. أيوة. والفلوس واحده واحده. من وقت ما الفيفا اعلن عن البطوله دي سنه قبل تقريبا في 2019 لكابتن اسلام ان هو قال ان هو لازم يعمل التوسع لكاس العالم للانديه، الفيفا كانت نظرته ايه؟ ان هو عايز ياخد المكاسب الماليه الكبيره من الانديه الكبيره اللي هتشارك زي نظام كاس العالم، ان دي هتوفر للفيفا فلوس كبيره جدا، ده يبقى المشروع بتاع الفيفا. كان بدايه المشروع ده كابتن اسلام في 2021 ب 24 نادي. يعني وقتها كان وقتها كورونا حصلت والموضوع اتاجل. فرجع تاني عدل وقال هتتعمل 32 نادي قبل سنه من كاس العالم اللي هو بتاع المنتخبات، بدل بالظبط بدل كاس العالم للقارات، بحيث ان هي دي اللي تبقى في الملاعب بتاعه كاس العالم. أوكي. ترويجيا، وهيبتدي يبيعها ويسوقها. الناس اللي قالت، عشان برضو الناس بتتكلم ان الميديا بتاعه الاهلي هي اللي نشرت ان اللي هيشارك في البطوله دي ياخد 50 مليون يورو، لا ارجعوا بالتصريحات هتلاقوا ان صحف عالميه زي ذا سان، في نيويورك تايمز، في صحف كتير في ايطاليا، هم اللي ابتدوا الموضوع ان اللي هيشارك هيضمن 40 من 40 ل 50 مليون يورو. هم كانوا بيسبقوا وكانوا بيتكلموا ان الحقوق دي ممكن تتباع، ان الفيفا بيحاول يبيع الحقوق دي مع كاس العالم ب 4 مليار دولار بارقام كده معينه. ولكن زميلنا محمد سعيد بمصادره وقال هنا في قناه الاهلي وفي موقع يلا كوره، هو من خلال مصادره قال ان الفيفا المكافئات اللي هو هيحطها هتبقى زي كاس العالم بتاعه قطر. فلو هنرجع للمكافاه بتاع كاس العالم لقطر، يعني اقل فريق، الفريق اللي هيلعب دور المجموعات بس هياخد 9 مليون دولار، وبعد كده يبتدي كل ما بتطلع تندرج. سهل الحال بالظبط. فالنهارده مع النادي الاهلي ما بيروقش الحاجه، او الناس بتاعت النادي الاهلي ما بتروقش الحاجه مش موجوده. تاني حاجه، لا البطوله دي مهمه لان دي تحت مظله الفيفا اولا، ثانيا احنا شفنا اصلا حتى بالبطوله اللي هي 7 انديه بنشوف جوارديولا وهو بيفتخر يقول للناس انا ما كسبتش، انا يعني فرحان ان انا كسبت بطوله زي دي تاني مع مانشستر سيتي، ان هي تبقى اول مره الناس بتحط اللوجو
بتاع كاس العالم للانديه كابتن على التيشيرت بتاعها لما بتكسبه طوال الموسم لحد ما يجي بطل جديد. فما بالك بقى دي بطوله فيها 32 فريق. احنا ممكن ناخد التصريحات دي ان انشيلوتي وبيريز بيحاولوا يلعبوا لعبه ان نزود الفلوس، ولكن في الاخر الفيفا ريال مدريد لما لقى ان الموضوع بيبتدي يتعملوا بيوم لا بيان رسمي احنا ما عندناش مشكله. وقال حته حلوه قوي في البيان يا كابتن اسلام، قال ان احنا عشان الناس محبين ريال مدريد في العالم كله يستمتعوا بالمشاركه بتاعتنا في البطوله دي. فريال مدريد نفسه عارف مدى الفلوس واهميه البطوله دي اللي هي كل اربع سنين، ولكن ممكن نقول ايه هي لعبه كده وزقه عشان ياخد فلوس كتير بالظبط. مش انتوا قلتوا لي على السوبر ليج؟ لا طب انا بس هلعب معاكم شويه بس ايه 24 ساعه كده. الاستاذ احمد دياب او النائب احمد دياب رئيس رابطه الانديه المحترفه، وكلامه فيما يخص ان الدوري سيبدا في منتصف سبتمبر وقد يكون هناك شكل جديد مع امكانيه لعب مباريات خارج مصر في الدوري. انا هربط الموضوعين ببعض، موضوع كاس العالم للانديه وموضوع الاستاذ احمد دياب في حاره بس حاجه في البيان بتاع ريال مدريد اللي كان نازل، قال ان الفيفا بيتعرض لضغوط متسايده من اجل حل مساله الارهاق. مساله الارهاق اللي احنا بنقعد نتكلم فيها، شوف اللي بيعملوا ايه، يعاني منه لاعبه النخبه بسبب ازدحام المباريات مع التهديد باتخاذ اجراءات قانونيه. صحيح. وتريد رابطه اللاعبين المحترفين في انجلترا ان تتخذ اجراءات لتقليل عدد المباريات، لا سيما مع التوجه لاقامه مونديال الانديه بمشاركه 32 فريق. وفي رساله اخرى دعت الرابطه العالميه للدوريات والرابطه الدوليه للاعبين الى اعاده النظر في الجدول الزمني لمونديال الانديه بطلته الجديده تحت طائله الشروع في اجراءات قانونيه. وان هذه التغييرات في الجدول الزمني ادت الى ضرر اقتصادي كبير للبطولات المحليه ودفعت اللاعبين الى ما هو ابعد من حدودهم. اذا رفض الفيفا الالتزام رسميا بحل القضايا المذكوره فسنضطر الى تقديم المشوره لاعضائنا بشان الخيارات المتاحه لهم فرديا وجماعيا لحمايه مصالحهم بشكل استباقي. فالمقصود هنا ايه او المقصود هنا ايه؟ حمايه اللاعبين، حمايه اللعيبه والارهاق. وهنا الفرق الانجليزيه والفرق الكبيره زي ريال مدريد والفرق كلها بدات بتشتكي من ايه؟ من تتابع الماتشات ومن الارهاق. وده اللي احنا بنقوله دايما في ان لعيبه النادي الاهلي ان انت اكتر فريق في افريقيا بيلعب ماتشات، ومن اكتر فرق في الشرق الاوسط بتلعب ماتشات هو النادي الاهلي. ليه؟ نتيجه ان انت مشارك في كذا بطوله. وانت انا بشوف ان النادي الاهلي يعني اكتر فريق متضرر، وبشوف ان لازم حل في الموسم الجديد، لازم موسم استثنائي في الموسم اللي جاي. حتى لو انت هتبدا في سبتمبر لازم موسم استثنائي. موسم استثنائي بقى قد يكون مجموعتين، قد يكون على حسب بقى توجه الانديه، لان لسه ما نعرفش راي الانديه ايه. فممكن يكون من دور واحد، ممكن يكون مجموعتين، ممكن يكون يعني في كذا حل. لازم الموسم الجاي يكون موسم استثنائي مع تقليل عدد الانديه. عدد الانديه في الدوري المصري كبير، واكتر نادي متضرر من تواجد عدد الانديه ده هو النادي الاهلي. صحيح. لان النادي الاهلي لو فيه عدد اقل هتوفر وقت اكتر، فيقدر يلعب في كاس العالم للانديه، يقدر يلعب في الدوري الافريقي، يقدر يلعب في السوبر الافريقي، يقدر يلعب في الدوري الافريقي. لان السنه الجايه انت عندك بطولات كتير جدا، عندك الانتر كونتيننتال اللي هو كاس العالم للانديه الصغير، وعندك كاس العالم للانديه الكبير اللي هو في امريكا، يعني اثنين كاس عالم للانديه. عندك دوري افريقي، عندك سوبر افريقي، عندك دوري ابطال افريقيا، عندك دوري مصري، عندك كاس الرابطه، عندك كاس مصر. ففي بطولات كتير، سوبر مصري، في حوالي 9 او 10 بطولات غير كاس الرابطه. فانت عندك حوالي 10 بطولات السنه الجايه النادي الاهلي مشارك فيهم. فده هتشارك فيه ازاي كل ده وانت لا؟ فلازم يكون في موسم استثناء، خاصه ان انت هتبدا الموسم في شهر 9 ولسه اصلا داخلين دلوقتي كمان على 10 ماتشات ولا 9 ماتشات في 28 يوم الفتره الجايه. فكان الله في عون النادي الاهلي يعني. ايوه انا ممكن اخد الحته الاخيره عشان وقتنا وما اكررش كلام ثابت، اللي هي المباريات اللي هتلعب في خارج الدوري المصري او عموما. اللي حصل يا كابتن سالم لو تفتكر طبعا القصه بتاعت مباراه النادي الاهلي والزمالك اللي في الدوري والسعوديه، وطلعت قال والله الفيفا رفض يعني الفيفا من نفسه قال ما ينفعش. رغم موافقه يعني الانديه وافقت والاتحادات، بس الفيفا قال ده ما ينفعش. الدوري الاسباني من كام سنه كان عايزين يعملوا الفكره دي ان في ماتشات معينه ينقوها كده من الدوري تلعب في امريكا. صحيح. والموضوع اترفض. فمع واضح ان في توجه ان الاتحادات عايزه فلوس، عايزه تسوق الدوريات مش بس بطولات السوبر. فالفيفا عمل ايه؟ الفيفا في الكونجرس الاخير بتاعه كابتن اسلام قرر تشكيل لجنه من 10 ل 15 فرد
هيكونوا ممثلين من الاتحادات الوطنيه والاتحادات القاريه وروابط اللاعبين وحتى روابط الجماهير الرسميه مع الشركات والحاجات دي. الهدف من اللجنه دي ايه يا كابتن اسلام؟ ان هم يدرسوا كل حاجه متعلقه بتنفيذ الفكره دي، ان هي ازاي تتنفذ من غير ما حقوق الانديه يبقى فيها مشكله، ازاي تتنفذ ويبقى في عداله في المنافسه. صحيح. يعني صحيح. مثلا الاهلي والزمالك هيروحوا يلعبوا في السعوديه، ازاي ده ما يبقاش مؤثر بالسلب على مثلا الاسماعيلي وبيراميدز هنا في مصر مثلا. فهمت. يعني فهمت. ازاي الجمهور نفسه المشجع اللي هو مثلا قاطع تذكره السيزون تيكت او لا يتاثر بهذا الامر، يقدر هيعرف يسافر ازاي، ما يبقاش حاجز الفير والانفير. بالظبط كده. فان اللجنه دي تدرس كل حاجه بتوصيات الفيفا وتطلع باجنده. فطبعا التسريبات المعلنه ان وارد من السنه الجايه يبقى في تجربه او في سماح ان نجرب في ماتش او ماتشين في الموسم ان انتوا تجربوا التجربه دي ونشوف مصيرها ايه. فبرضه مع الفكره دي لو اتطبقت انت بتتكلم في سفر زياده، مباريات زياده، وخلي بالك الانديه والناس اللي بتتكلم على زحمه الماتشات في اوروبا كابتن اسلام اكترها بتتكلم على التوقفات الدوليه وبطولات المنتخبات عشان بتبقى كتير، وبيتكلموا طبعا امم افريقيا بتبقى امتى واليورو والاولمبيات والحاجات دي. فطبعا احنا الاولمبيات مفيش لعيب كبير هيشارك فيها، لكن احنا هنا في مصر طبعا هيبقى اكيد في لعيبه درجه اولى هتشارك. فهتيجي بقى للمشكله شهر 8 الدوري هيقف ولا مش هيقف؟ احنا قبل كده كنادي اهلي ضحينا نشوف ست لعيبه، هنشوف المره دي هيحصل ايه، لان الانديه في العالم كله كابتن اسلام صحيح مفيش. محمد صلاح كم مره طلب للاولمبياد؟ كتير. مفيش، ما ينفعش. ليه؟ لان انت الامر ده صعب، راحه برضه بينك بالظبط. وهو كمان هيلعب لعب بس كاس امم، ما ينفعش تلعب كاس امم وكمان تلعب اولمبياد. فرنسا مثلا هل ريال مدريد بعد اليورو هيسيب مبابي يلعب اليورو الاولمبياد؟ صعب جدا. هيريح امتى؟ فهي دي الفكره كلها، ان اعتقد ان احنا هنا في مصر لازم كمان نبص للمنافسه عندنا. فاتمنى ان احنا نخرج السنه الجايه من المازق ده، لان احنا عنينا الصراحه على ال 10 مليون دولار بتاع كاس العالم للانديه على الاقل. يعني عموما نتمنى يا رب ان تكون هناك امور جيده تخص هذه الامور خلال الفتره اللي جايه، لانه الحقيقه النادي الاهلي ينتظر الكثير والكثير خلال المرحله القادمه. كده عدت مرحلة المنتخب، ابتداء من بكرة إن شاء الله هنتكلم مع حضراتكم فيما يخص النادي الأهلي ومبارياته القادمة. عايز حضراتكم تنسوا أي حاجة وأي كلام بيتقال فيما يخص أي حاجة، ولكن يتبقى فقط شيء واحد فقط، وهو مساندة ودعم النادي الأهلي خلال الشهر القادم أو خلال ال 28-29 يوم اللي جاية، لأنه ال 28-29 يوم اللي جاية صدقوني صعبين جدا جدا، وهيتوقف عليهم حاجات كتيرة جدا تخص فريق كرة القدم خلال المرحلة القادمة. هذا الفريق الذي يستحق مننا كل التحية وكل المساندة وكل الدعم. أشكرك شكرا جزيلا. شكرا كابتن إسلام. شكرا جزيلا أيمن على وجودك معنا. شكرا كابتن إسلام، وكل سنة وحضرتك طيب. كل سنة وحضرتك طيب. عشان لو ما تقابلناش. كل سنة وحضراتكم دايما طيبين. الحقيقة في نهاية هذه الحلقة حابب أن نشكر زميلنا الأستاذ أحمد رشاد اللي كان له الدور الأكبر في تواجد امبارح رجال الطائرة في النادي الأهلي، وكانوا موجودين معنا على الهواء مباشرة. والنهاردة رجال أو سيدات الطائرة وفوزهم بثلاث بطولات، فأنا بشكر زميلنا الأستاذ أحمد رشاد. عموما كانت هذه هي حلقة اليوم، أنا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، وغدا حلقة جديدة من البيت الكبير.